بالنهاية يا أستاذ كلها حملة مخدرات واحدة وجمع فيها فلوس لي والعيال. إلا ولاحظ باب الشقة مكسور. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله، الله يسعدكم سعادة ما بعدها سعادة. والله العظيم أنت اللي قاعد تشوفني الآن أو تسمعني، إني أدعي لك من كل قلبي، ويا الله يا رب الجبال الراسية والعباد العاصية والقلوب القاسية، إنه يسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الأرض، ويسخر لكم ما في الأرض وعليها والسماء وما فيها، الله يسعدكم سعادة الدارين. طيب يا جماعة الخير، اليوم يا جماعة الخير عندنا قصة، والله إني تعبت وأنا قاعد أقول لكم في كل قصة إن هذه القصة من الرتم الثقيل. ولكن قصة اليوم تنطبق عليها المقولة اللي كنت دايما أقولها، قصة ممكن تشوفها في يوم من الأيام في أحد الأفلام، قصة من العيار الثقيل مرة. فقبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة، ويلا خلنا نبدأ. مثل ما تعرفين يا جماعة الخير، القصص دايما تحكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. في القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه سالم. سالم يقول أنا عايش بين عائلة متشددة لأبعد درجة، من أبوي من أمي وبرضو من عماني وخوالي. برضو يقول سالم يا جماعة الخير عائلتنا مكونة من أم وأب وأربع بنات، وأنا الولد الوحيد بين الأربع بنات هذولي. والقصة يا جماعة الخير بدت معاي من مرحلة المتوسطة، وكانت في آخر سنة من مرحلة المتوسطة يا جماعة الخير. يقول سالم إحنا ساكنين في منطقة عبارة عن قرية بسيطة مرة، وكان مدخولنا المالي ما هو المدخول العالي ولا المتوسط، كان أقل من المتوسط بشوي. يقول في ثالث متوسط عندي صديقين زياد وإبراهيم، والصديقين هذولي كانوا معاي من ايام الابتدائية، يعني من اولى لين ثالث متوسط وهم معاي، وكنا ندرس في نفس الفصل وفي نفس المدرسة. يقول سالم في ذاك اليوم جت الاختبارات النهائية، وخلص الاختبارات النهائية واجيب معدل يا جماعة الخير 93%، معدل يعني ممتاز واقدر ادخل اي ثانوية من الثانويات هذه. مثل ما تعرفين دائما يا جماعة الخير المدارس المتوسطة تاخذ ملفك وتوديه على طول للثانوية اللي هم دائما يتعاملون معها من ناحية نقل الطلاب لهم. قلت على طول لاخوياي يسمعوا، اذا رحنا للثانوية جماعة الخير نبغى ان نكون في فصل واحد تكفون اني طالبكم، لاني والله ماني فاضي اتقروش ولاني فاضي حرفيا اتعرف على ناس جديدة. المهم اتفقنا على هذا الاتفاق ان احنا يا جماعة الخير نكون في فصل واحد. المهم جت الاجازة الطويلة وبدت يا جماعة الخير المرحلة الثانوية. يقول سالم في اول يوم في الدراسة دخلت مع الباب حق المدرسة، الباب الكبير، الباب اللي يدخلون معاه الطلاب بشكل دائم. يقول دخلت مع الباب وصرت اتمشى في المدرسة دائما، وهذا شيء معروف عندنا في اول يوم في الدراسة يكون يا جماعة الخير اللي هو توزيع الطلاب، يطلع مدير سلام عليكم الطالب الفلاني، وكل طالب يتوجه الى فصله. يقولون هم حطوني في صف اول ثالث، يعني اولى ثانوي ولكن الفصل الثالث، ومن حسن الحظ يا جماعة الخير ان زياد بس هو الوحيد اللي جاء معي داخل هذا الفصل، ولكن خوي ابراهيم ودوه يا جماعة الخير الاول رابع، ولكن فصله يعني يكون جنبنا يعني ما بيننا الجدار واحد. المهم يا جماعة الخير يقول سالم بدت الدراسة والامور زينة ولا في اي مشكلة، ولكن كان عندنا ناس في المدرسة عبارة عن شلة كذا جروب مجتمعين مع بعض، واضح يا جماعة الخير انهم صحبة فاسدة بشكل ما تتوقعونه. ولكن الزين في الموضوع انهم ما هم معنا في اول ثانوي، هم في صف ثاني ثانوي واحنا في اول ثانوي. يقول سالم يا جماعة الخير ذاك اليوم خلصت الحصة الاولى، الحصة الثانية، بعد الحصة الثانية جت الفسحة. يقول لهم واطلع انا وزياد من الفصل لشوي، جاي خوينا ابراهيم، يلا نطلع، يلا مشينا. ونطلع يا جماعة الخير بنروح للمقصف. يقول سالم تعرف المقصف فيه نفس السياجات، يعني عشان تنظم الطلاب اذا جو يبغون يشترون من المقصف نفسه، واحنا واقفين الا الطلاب هذوليك اللي اقول لكم عنهم انهم سيئين كانوا على السياج اللي على جنب يا جماعه الخير، لان المقصف عباره عن سياجين، في ناس يصفون في الصف اليمين وفي ناس يصفون في الصف على اليسار. يقول الا في واحد من الطلاب قاعد يدفدف طالب قدامه كذا، يسوي كذا باذنه ويسحب شعره. يقول عرفت انهم متنمرين بشكل كبير مره، وانهم ماخذين الموضوع ان الامور اللي قاعدين يسوونها هذه حركات مرجله. انا بيني وبينكم سكت ولا بغيت احتك معهم ولا ابغى اقول اي شيء، وكنت دائما ادعي اني ما اطيح معهم في مشكله. المهم يا جماعه الخير ومرت الايام وانا احاول اتحاشاهم. في يوم من الايام كانت عندنا يا جماعه الخير حصه بدنيه، والمعتاد يا جماعه الخير في حصه البدنيه لازم تجيب معاك ملابس رياضيه مختلفه عن الملابس اللي انت قاعد تدرس فيها. بعد ما تخلص الحصه هذه ترجع على طول لفصلك وتغير ملابسك وتكمل حصصك كالمعتاد. يقول ذاك اليوم كانت عندنا حصه بدنيه، كان المدرس طق الباب يلا البسوا ملابسكم عشان تطلعون. يقول احنا لبسنا واللي لبس بدلته وضبط اموره، طلعنا ونزلنا على طول للملعب
الملعب. الملعب يا جماعة الخير عبارة عن ملعب بلاطي، يعني ملعب اسمنتي من الأخير، أي طيحة فيه ممكن تسبب لك أخطر إصابة مرت عليك في حياتك. كان المدرس يقولنا أصلاً انتبهوا تدافعون، انتبهوا أحد يدف خوية، وحاولوا كل واحد يلعب يعني شوي شوي عشان ما تجيكم إصابات بليغة وبعدين وديكم المستشفى. يقول سالم في ذاك اليوم وسبحان الله قسمنا يا جماعة الخير، وصار عندنا يا جماعة الخير نقص في طالب واحد عشان يكون الفريق متعادل. شوي لمدرس الرياضة يناظر يمين ناظر يسار، اللي حصل يا جماعة الخير ذاك الشخص اللي كان يتنمر على الشخص هذاك عند باب المقصف، اللي ينادي المدرس فالح فالح تعال تعال، اللي يجي ذا يا جماعة الخير ويجي عند الأستاذ قال له هلا يا أستاذ، قال له فالح يلا افسخ نعالك الحين وانزل معهم العب. أستاذ صدق بتلعبني معهم؟ قال لي بلعبك معهم. لب قلبك يا أستاذ. المهم ينزل. المهم يا جماعة الخير الشخص هذا اللي اسمه فالح الفريق اللي ضدي يعني يلعب ضدي في الماتش هذا، وأنا فريقي كان معي زياد. يقول سالم والله من أول وأنا أبغى أتحاشاه ولا أبغى أحتك معاه نهائيا، حتى إذا جاء عندي إني ألعب باص لأخوياي عشان بس ما يدخل علي أو أحتك معاه في أي موضوع بسيط. إلا يا جماعة الخير في هجمة من الهجمات كانت معي الكورة اللي هو قدامي، المهم وأسوي مهارة كذا وأطلع من عنده يسار، إلا حقين فصلنا يا جماعة الخير صاروا يضحكون عليه وأسمع صوتهم قاعد يرتفع. فجأة يا جماعة الخير إلا فالح يمسكني مع ظهري ويسحبني، طبعا سحبني ولكن أنا ما طحت على الأرض ولكن انقهرت من الأسلوب اللي قاعد يسويه. إلا مدرس الرياضة يقول يا فالح اهدى شوي شوي ترى لعب، وفالح يقول له ابشر يا أستاذ ابشر. يقول شوي المدرس عطى أحد الطلاب الصفيرة وقال حكم شوي وبرجع لك. المهم تجي هجمة ثانية إلا فالح قدامي، يقول سالم والله ما أدري سويت ودف الكورة بين رجوله ويلقم كبري، إلا الطلاب كلهم انفجروا وضحك. واي يا فالح القم القم القم. جماعة الخير بعد ما لقمت كبري ومشيت من عنده وأسمع أصوات الطلاب يتكلمون يا فالح القم يا فالح القم لقمك يا الغبي وما أدري إيش. إلا يا جماعة الخير أسمع واحد يركض وراي وألف كذا أناظر على ورا، إلا هو فالح يا جماعة الخير ناط برجله يبغى يرفسني مع ظهري، ما أدري يا جماعة الخير إلا رجل فالح في ظهري كان قدامي يا جماعة الخير اللي هو المرمى حق الجول. المهم يقول صمخ وجهي من هنا تحت عيني في الباب. يقول سالم وناظر فيه قلت له أنت خبل أنت وش فيك لعب كورة. اللي يا جماعة الخير يناظر فيني وبعدها يقوم يا جماعة الخير ويتفل علي قال لي تخسي ما بقلنت اتلقمني كبري اتخسي وتعقب. يقول هنا عرف ان الشخص اللي انا كنت قاعد اتحاشاه اليوم تواجهت انا وياه وجه بوجه. يقول سالم انا وقفت ولا ابغى يكون منظري غبي قدام الطلاب، قلت له يا فالح اسكت واحترم نفسك تراني محترمك عشاننا موجودين في المدرسة. قال لي يعني وش بتسوي برا المدرسة واذا في راسك شر نتقابل عند الباب اذا كنت رجال. يقول سالم انا عرفت الان اني انا طحت في مشكلة أنا في غنى عنها، قلت وش قردني خلاني أدخل مع هذا الشخص في مشكلة. المهم يقول سالم كانت حصة البدنية هذه الحصة الثالثة وتمر الحصة الرابعة، بعد الحصة الرابعة يا جماعة الخير في فسحة ثانية. يقول وأطلع برا الفسحة أنا وأخوياي إبراهيم وزياد، إلا الرجال في وجهي مجمع أخوياه وقاعد يقول لهم إن في الطلعة ترى بطاق مع الشخص هذا يقصدني أنا وأشوفه قاعد يأشر علي. قلت له الحين أنا وش أسوي ولو رحت للمدير حرفيا أو للوكيل راح يكون منظري غبي. ويقول طبعا الحركات هذه أيام أول كانت حركات مبزرة، انك تروح الوكيل وتروح المدير لا لازم تاخذ حقك بيدك، سويت مشكلة ما تروح تستفزع بمدير بوكيل، يعني انت دخلت في المشكلة هذه لازم تصير قوي وتواجه المشكلة هذه بنفسك. المهم يقول سالم خلصت الفسحة ورجعنا لفصولنا يا جماعة الخير وانا متخوف لحد الان من الشخص هذا اللي اسمه فالح. المهم جت يا جماعة الخير الحصة الاخيرة وجت الطلعة واطلع مع الباب الكبير، يقول الا حصلهم قدامي كذا قاعد اشوفهم، وسويت انا اول ما شفتهم قدامي سويت نفسي نسيت شغلة في الفصل وارجع يا جماعة الخير للفصل ما ابغى اطلع برا لاني اعرف لو اطلع برا راح يطقوني طق مو طبيعي. يقول وديور للفصل الا حصل قدامي المرشد الطلابي، قلت في نفسي اكلم المرشد الطلابي ولا اطلع مع باب المعلمين، ولكن ممنوع انك تطلع مع باب المعلمين، وش اسوي الان انا في موقف صعب لابعد درجة. درست الموضوع في راسي قلت اسمع يا سالم ارجع للفصل واجلس لين يجي يا جماعة الخير المسؤول عن تنظيف الفصول يجي ويطلعك وتروح لبيتكم، راح تحصلهم اصلا هم قدهم مشوا وتطلع وتروح في بيتكم وانت مرتاح. يقول سالم وادخل الفصل واقفل الباب واحط يا جماعة الخير الشنطة حقتي على الطاولة. يقول لحظات بسيطة يا جماعة الخير الا ينفتح الباب حق الفصل. يقول اول ما شفته انفتح جاني خوف مو طبيعي، الا مين اللي دخل علي يا جماعة الخير؟ صار يا جماعة الخير اللي دخل علي هو فالح ويناظر فيني قال لي الهطف زابن في الفصل، قال لي اطلع اطلع برا عشان اوريك هياطك اللي قاعد تهايط علي في حصة البدنية. قلت له اسمع يا فالح اكسر الشر وخلي الامور تمشي، قال لا ما فيها كسرة شر باذن الله اليوم اني بكسر راسك وكسر عظامك معها اطلع برا كانك رجال. مع رفعت صوته يا جماعه الخير الا حارس الامن حق المدرسه جاء قال ايش عندك يا طالب ايش فيك تتكلم ومين تكلم؟ الا شوي ناظرني قال لي ايش فيك ما طلعت؟ قلت له بطلع الان. الا حارس الامن يناظر فالح قال له وش بعد مشكله جديده انت؟ طبعا حارس الامن يا جماعه الخير كبير شوي في
العمر، ولكن كان شوي يعني مغلوب على امره. قال له فالح إيه عندي مشكله، وش تبغى انت؟ الحارس الامن يقول له، قال له اتكلم باحترام عشان ما اقطع لسانك لك. الا يا جماعه الخير فالح يدف حارس الامن، الا حارس الامن يمسك فالح كذا ويخنقه ويعلقه على الجدار. قال اسمع يا طالب، مو معناه انك ساقط سنتين ما ادري 3 سنوات تحسبني بمشي الليله لك؟ بعدين انا رجال كبر ابوك، مفروض تحترمني، ما تربيت انت؟ صار يا جماعه الخير حارس الامن اللي كنت اعتقد انه مغلوب على امره، صار الشخص هذا طيب ولكن ما يحب يطلع قوته قدام اي احد. يقول مسك فالح كذا وقطع على جنب ويمشي فالح. شوي اللي اسمع فالح من برا يقول لي اطلع اطلع يا سالم اطلع، انتظرك برا اطلع. الا حارس الامن يقول لي تعال تعال، ياخذني معاه يا جماعه الخير. قال لي امشي اطلع مع باب المدرسين. يطلعني مع باب المدرسين ويشغل سيارته يوصلني لين بيتنا. قبل ما ينزلني البيت قال اسمع، ترى فالح ذا شخص راعي مشاكل، تراه راعي مشاكل، الشرطه جت للمدرسه يمكن 2000 مره. عشان تحافظ على نفسك سو نفس ما سو الطلاب اللي قبل، قل ابوك وخل ابوك يروح المركز الشرطه ويجيب شرطي بكره المدرسه يحلون الموضوع. قلت له ابد ابد ابشر زين. ولكن وانا قاعد اقول زين تذكرت يا جماعه الخير ان ابوي شديد مره، ابوي شخص شديد نار الله الموقده، شخص ما يتحمل اي شيء، ممكن اي شيء يخليه ينفجر. يعني لو قلت لاني انا متمشكل مع واحد في المدرسه ممكن ابوي يطقني اكثر من طق فالح اللي راح اتعرض له في الايام الجايه. المهم قلت له يعطيك العافيه وانزل من سيارتي يا جماعه الخير، وكنسلت الموضوع اني اقول لابوي نهائيا. دخلت مع الباب وادخل للصاله، الاهلي مجهزين الغداء. لابوي ناظر فيني قال له ايش فيها عينك يا سالم؟ قلت له اي عيني يا ابو ايش فيها؟ قام لي طاقك مع عينك. يقول سالم في ذا اللحظه قلت اقول لهم في واحد دافني في المدرسه متوعدني بكره يطق معي ولا اسكت واقفل على الموضوع. يقول سالم الا ابوي شوي رفع صوته علي، اسمع انت اسمع ولا ما تسمع؟ من اللي طاقك مع عينك؟ مين؟ قلت له يبا دفينا مدفات بسيطه وحنا نلعب كوره وصمخ وجهي في العارضه، ولكن الحمد لله الامور زينه يبا لا تشيلها. قال يلا مشتغل، اهم شيء عينك تناظر فيها. قلت له ناظر فيها. قال خلاص زين تغد ما في كل العافيه. طبعا يا جماعه خير واحنا قاعدين نتغدى خلوني اعطيكم شيء بسيط عن مواصفات ابوي اللي ما اتمناها انها تكون في اي اب، واني اتمنى اني في المستقبل ما اكون بالشكل هذا. ابوي دائما على الغداء يسبب مشكله بينه وبين امي. بسبب مين يا جماعه الخير؟ بسبب خواتي. خواتي دائما يقارنون نفسهم في امي، وامي تقارن نفسهم في خواتي، ولكن ابوي مو فاهم الموضوع بعقلانيه. في اكثر لحظات يعني ينافق على امي قدام خواتي وينزل من قيمه امي. وبيني وبينكم الشيء هذا ما كان يرضيني نهائيا، واحسه هو قاعد يهين امي كانه قاعد يهيني انا. المهم مر ذاك الغداء يا جماعه الخير بسلام. جاء اليوم الثاني اللي اروح فيه للمدرسه، واطلع يا جماعه الخير للمدرسه في تمرينات الصباح، استعد واستريح وارفع يدك ونزل يدك. وانا واقف في الصف يا جماعه الخير وراي زياد ويميني ابراهيم، لانفصل يا جماعه الخير جنبي، ودائما الطوابير يكون مثلا اول ثالث اول رابع. مر يا جماعه الخير فالح من الجهه اللي على يساري، وعلى يميني يكون الصف اللي فيه فصل ابراهيم. هو مر من عندي يدفني يا جماعه الخير لين صقعت في ابراهيم. شوي يقول لي هاي الهطف، نحشت امس من قدام باب المدرسه، ولكن اليوم والله ما خليك تنحاش، اني لا اسحبك مع راسك لين ادخله في باب المدرسه، وعدنا اليوم في الطلعه. المهم كلام فالح هذا يا جماعه الخير سبب لي رعب بشكل غير طبيعي، خلاني متوتر وانا قاعد اتمرن تمارين الصبح. خلصت التمارين يا جماعه الخير ودخلت الفصل. والمهم يمر ذاك اليوم كان اسرع يوم في حياتي، يوم سريع فجاه كذا انا موجود في الحصه الاخيره. وقلت اليوم هذا هو اليوم الموعود، يا طاق يا مطقوق، خلاص يا سالم لا تخاف. يقول واطلع من عند الباب الا احصل يا جماعه الخير فالح مجمع له 4 اشخاص موجودين عند الباب. وانا طالع قلت اسمع يا سالم، يا طاق يا مطقوق، لا تطلع بالشكل الغبي قدام اخوياك في الطلعه. وقلت لزياد بتفزع معي؟ قال انا معك روح. المهم نطلع يا جماعه الخير مع الباب الكبير المخصص لخروج الطلاب، كانوا موجودين 4 اشخاص مع فالح، وتقابل انا اياهم وجه بوجه، الا فالح يا جماعه الخير مسكني مع رقبتي وينزلني على تحت، ويصير يا جماعه الخير يضربني بركبته في بطني ضرب يا جماعه الخير غير طبيعي. بيقول سالم اصلا ذاك اليوم انا كنت مستسلم ما ادري ايش فيني، لاني شخص مسالم مالي ومال المشاكل نهائيا. يقول مهم ضربوني وضربوا اخوياي اللي معي وراحوا من عندنا وخلونا. يقول سالم واحنا ماشيين من عند باب المدرسه انا والله العظيم اني فرحان وانه ضايق صدري، فرحان اني ما عاد راح اتمشكل معاه وخلاص خذ حقه اللي يعتقد ان له حق اصلا فيه، وزعلان اني انطقيت وخليت اخوياي ينطقون معاي. واطلع جماعه الخير لين وصلت البيت، وادخل البيت وانا تعبان ولا لي خلق. تغديت مع اهلي وكان واضح اصلا شكلي اني كنت متبهذل. تغديت خلصت من الغداء يا جماعه الخير وقمت لغرفتي وجلست فيها. المهم يا جماعة الخير، يقول سالم يا جماعة الخير مرت الأيام ومرت معها الشهور، وتخرجت من صف الأولى ثانوي، جت الإجازة الطويلة وخلصت الإجازة الطويلة على السريع، بعد رجعت للمدرسة راح أكون في صف ثاني ثانوي، ولكن يا جماعة الخير من قرادة الحظ صار فالح ما نجح أصلا من ثاني ثانوي، عاد السنة اللي مفروض كان لازم ينجح فيها، وبرضه من قرادة الحظ اللي طحت فيه أنا إن فالح معاي في نفس الفصل. يقول سالم كنت أسأل نفسي وأقول يا ولد وش ذا الحظ اللي معاي؟ هذا الشخص اللي
قعدت سنة كاملة أتجاهله وحاول ما تقابل معاه في الأسياب وفي وقت الصلاة وبرضه في الطلعة وفي الفسحة. الآن معاي في نفس الفصل، الله يستر من الجاي. يقول المهم دخلنا الفصول على طول، فالح معروف مكانه ورا في الأخير في الزاوية. يقول أنا قلت بعكس الاتجاه وبروح آخر شيء قدام، هو ورا على اليمين أنا قدام على اليسار عند حرفيا الطاولة المخصصة للمدرس. المهم حاولت أتجاهل فالح أول شهر ثاني شهر، جت الاختبارات النصفية. باختبرنا الاختبارات النصفية يا جماعة الخير، وكنا نختبرها داخل الفصل حقنا. جاء ذاك اليوم واختبرت يا جماعة الخير وعطيت المدرس الورقة حقتي، وصار المدرس ياخذ الأوراق ويصححها قدام معنا، يعلمنا درجاتنا أصلا مباشرة، وقاعد يقول الدرجات، يقول قال اسم فالح وقال درجتك يا فالح 1 من 20، يعني ضعيف لأبعد درجة. شوي إلا فالح يا جماعة الخير قام من الطاولة حقته وراح عند المدرس ويصير يترجف المدرس، يا أستاذ يا أستاذ تكفى وما أدري إيش. ولكن يا جماعة الخير سمعت كلمة سببت لي كهرب في عقلي بشكل غير طبيعي. يقول سالم سمعت فالح يقول للأستاذ، يا أستاذ تكفى مشني، أبغى أمشي من الثانوي، الشهادة ذي أنت عارف إنها بس لأبوي، أبغى سكت فيها. في النهاية يا أستاذ كلها حملة مخدرات واحدة وجمع فيها فلوس لي والعيالي. يوم قال الكلمة هذه للأستاذ، الأستاذ ناظر فيه قال يا فالح أنت ليه قاعد تحدد مصيرك وليه قاعد تتجه للطريق الخطأ؟ يا فالح انتبه لنفسك، الكلام اللي قاعد تقوله أكبر منك. إلا شوي يقول له فالح، قال يا أستاذ أنا مفروض الآن في ثاني جامعة، عدت سنوات كثيرة وطفشت يا أستاذ، ما عاد أبغى أدرس خلاص يا أخي، أنا ما أنفع للعلم يا أخي، ليه متى أنتم ما تفهمون؟ لا أنت ولا أبوي ما حد مقدر. المهم يقول سالم انتهى النقاش اللي بينه وبين الأستاذ، وأنا في راسي الكلمة هذه اللي قالها إنه خلاص يبغى ينجح من الثانوي ويشيل حملة مخدرات كذا بسيطة وبعده يضبط فيها حياته وحياة عياله. قلت يا ساتر والله فالح إنسان مو طبيعي. المهم مرت الأيام وجت يا جماعة الخير الاختبارات النهائية وخلصنا صف الثاني ثانوي. أنا طلعت يا جماعة الخير من صف ثاني ثانوي وفالح لأن رسب يا جماعة الخير مرة ثانية حولوه منازل. كيف منازل يا أسامة؟ الناس اللي تسقط كذا مرة في نفس المرحلة ويصير عمره كبير ما عاد يخلونه يا جماعة الخير يدرس في نفس المدرسة، يخلونه يدرس مع الناس الكبار ودائما يكون دوامهم مسائي. المهم فالح اختفى من عندي ومرت يا جماعة الخير مرحلة الثانوية كاملة بسلام. جت الآن يا جماعة الخير مرحلة تقديم على الجامعات، المرحلة المعروفة اللي دائما يخوضها أي طالب ثانوي بعد ما يتخرج، يجهز أوراقه، يجهز الاختبارات المخصصة له، يجهز درجاته عشان يقدم على الجامعة اللي هو يبغاها. المهم يقول سالم قدمت على كل الجامعات من شتى أنواع الطرق، قدمت يمين قدمت يسار في مناطق مختلفة. المهم سبحان الله ربي ما كتب لي القبول في ولا جامعة قدمت عليها، لدرجة يا جماعة الخير صرت أقول لنفسي أنا وش مسوي في هذه الدنيا؟ ليه حظي صاير كذا؟ ما أدري أنا وش مسوي؟ في المدرسة طحت مع فالح وفي الجامعات ما في حرفيا قبول، مع العلم إن درجاتي كانت كويسة ولكن لعل الموضوع فيه خيرة، والله يكتب لي فيه الخير. المهم ما جاني قبول وجلست الترم الأول وأقدم برضو في الترم الثاني وبرضو ما جاني قبول. أبوي قال لي اسمع، بما إن ما جاك قبول وش رأيك أشغلك عند الحلال تصير ترعى فيه وتروح وتجي وبعطيك كل شهر مبلغ بسيط. يقول سالم انا يوم قال لي ابوي المبلغ قلت والله بما اني فاضي خلني اروح اشتغل مع ابوي في الحلال حقه وباذن الله ربي بيرزقني بعدين، ومن هالفلوس اللي تجيني هذه اطلع مع اخوياي اتمشى فيها. وصدق يا جماعه الخير اشتغلت مع ابوي كل يوم، اروح وانا ابوي على الفجريه للحلال حقه، انزل يا جماعه الخير علف، اخرف التمر من نخل. المهم استمريت على هذه الحاله لين الصدق احس مخي قفل ولا عاد يبغى يدرس نهائيا، وصرت ما عاد افكر في الدراسه. فقلت لابوي يا يبا انا بقدم على العسكريه وان شاء الله اذا جاني قبول بلتحق في الدوره واصير عسكري. قال لي ابوي اسمع حرام يا اخي ما راح يعطونك رتبه كويسه، حاول تدرس وقدم يمين وقدم يسار وانا بكلم لك فلان وبكلم لك علان، ولكن اهم شيء انك تدرس. قلت له يا يبا والله العظيم ما عاد لي خلق، خلني اقدم على العسكريه لو جاني قبول ولا شيء فاني الله يسلم كان قبل وادخل الدوره وبعد الدوره هذه اتزوج وريح راسي. قال ابوي ابد بكيفك وسوي اللي تبغى. طبعا ابوي ليه صار لين ما هو نفس قبل؟ لاني صرت اروح وارجع معاه للحلال، فابوي صار لين ما عاد هو بقاسي نفس قبل. المهم واروح واخذ اوراقي واقدم على العسكريه وانتظر يا جماعه الخير ما يقارب 8 شهور، الناس تنقبل وتصور يمين ويسار انهم انقبلوا، الا انا يا سالم ما جاني ولا قبول. وبيني وبينكم دخلت في دوامه من دوامات الاكتئاب، حسيت اني شخص حرفيا غير مرغوب فيه، وحسيت صدق ان مالي اي نجاح في هذا
هذه الحياة، افصرت يا جماعة الخير سلبي بشكل غير طبيعي. قلت بما ان الموضوع كذا خلني يا رجال اشوف لي ناس عندهم استراحة اتكي انا وياهم واصير اسولف معهم بشكل يومي عشان اطير الطفش اللي انا فيه. المهم رحت واتصلت يا جماعة الخير على خوي ابراهيم. سلام عليكم ابراهيم، كيف حالك؟ طيب وشمورك؟ والله الحمد لله بخير. انت في الحين سنة من الجامعة؟ الا ابراهيم يقول انا توني مخلص السنة الثانية، باقي لي باذن الله سنتين واتخرج باذن الله. الا انت ايش سويت يا سالم؟ يقول سالم والله وقلت له انا وش سويت وش صار معاي واني ما انقبلت في اي مكان، وانا اصلا متصل عليك ابغى هل اخوياك عندهم استراحة ولا لا؟ يقول له قال لي والله عندنا استراحة ولكن ترى بعيدة من بيتكم شوي. قلت له يعني كم تبعد؟ قال والله ترى تبعد يمكن 20 كيلو 15 كيلو معاك سيارة؟ قلت له ايه في سيارة ابوي اقدر اخذها واجيكم، ولكن خلاص طفشت والله من قعدة البيت وانا لا اروح ولا ارجع، واحس يعني الاكتئاب بدا ياكل فيني شوي شوي. قال لي ابد حياك الله تعال لنا. وصدق يا جماعة الخير واشغل سيارة ابوي ذاك اليوم واتوجه لين استراحة خويي هذا، وادخل عليهم سلام عليكم، عليكم السلام، هلا والله سالم، بشر وش سويت وش حطيت وينك مختفي ما تنشاف؟ صرت اقول الموضوع اللي عندي. المهم احنا جالسين والاستراحة اللي جالسين فيها يا جماعة الخير حوالي فيها 14 او 15 شخص، في واحد منهم يا جماعة الخير فتح موضوع هذا شدني لانه ذكرني بسالفة قديمة مرة. قال لي ان في واحد اشتغل مع مهربي المخدرات وعطوه سيارة عشان يجيب بضاعة من برا المكان اللي هو فيه، وبعد ما وصلها تخيلوا انه عطوه سيارة جديدة. يقول سالم قلت له كيف سيارة جديدة؟ قال تخيل انهم معطينا سيارة جيب جديدة بقراطيسها ما فيها اي شيء، وكالة بس مهمته انه يكون راكب السيارة ما يقارب 12 ساعة، 6 ساعات رايح و6 ساعات جاي، وبعدها يعطونك السيارة يقولون خذها لك. يقول سالم شدني الموضوع، قلت يا اخي بس 12 ساعة اوصل فيها البضاعة بس وبعدها يعطوني الموتر؟ والله ياهو حرفيا اتفاق جبار. يقول سالم قلتها بمزح، قلت له طيب انا ابغى اشتغل معهم كيف؟ وقاعد اضحك. الا قال لي الرجال وانا وش عرفني فيهم يا ابوي؟ ايش تحسبني انا؟ تحسبني بياع عشان ادلك عليهم؟ يقول سالم قلت له يا رجال حتى انا امزح معاك لا تصدق، بس امزح معاك حق الضحك، ولكن والله اتفاقهم يعني اتفاق يعني كويس، بس اوصل البضاعة طق طق ينزلونها وبعد امشي. قال تخيل بس توصل البضاعة. المهم يا جماعة الخير قعدت معهم لين اخر الليل، قالوا بنجيب عشاء وبنتعشى وبعدها كلنا نسري وكل واحد يمشي لبيته. صدق يقول سالم جابوا العشاء وتعشينا، بعد ما خلصنا العشاء في بقايا الاكل موجودة على السفرة، قلت لهم خلوها يعني انا متعود كذا من قبل من ايام بيتنا، قلت خلوها بضفها بروح افرشها يعني تاكل منها القطاوة او الكلاب اللي موجودين عندنا في الحي. قالوا لي ابد جزاك الله خير. اللي يقوم معي يا جماعة الخير الشخص اللي قالنا السالفة حقت اللي يهربون ذولي، قال انا بساعدك يا سالم، انا بساعدك وشيل معي السفرة يا جماعة الخير وشيل معي الاغراض ونطلع من الاستراحة على طول ونروح المنطقة الفاضية وهو قاعد يمشي جنبي. شوي قال اسمع انا اسمي مسفر، ترى الموضوع اللي قلت لك جوا ترى اعرف الرجال اللي شغال في هذه المواضيع، فراسك مخاطرة تبغى تخاطرها وتوصل فيها حملة مخدرات بسيطة كذا وبعدها يعطونك السيارة؟ يقول سالم انا في وهلة وفي نظرة اولى قلت يمكن يبغى يجس نبضي ويبغى يجدول علي او يستهبل علي. قلت له من جدك انت؟ قال لي والله يا سالم من جدي تبغى، بس لا حد يدري من حقين الصراحة، انا شفتك انشديت الموضوع وانا ترى دائما ارمي الكلمة هذه في الاستراحات وابغى اعرف الناس اللي ما عندها مشكلة تخاطر. نظرت فيه قلت له اسمع، قلت له والله اني معاك يا شيخ انت بشر بي، ولكن لا يدري لا خويي ولا حد من الاستراحة، والرجال ذا اللي تقول بيكتب السيارة باسمي ثقة؟ قال يا رجال الرجال هذا عمي واعرفه زين وعطى ناس واجد سيارات. افراسك شده؟ قلت له اي والله ان في راسي شده واني ابد اللي تبغاه معاك سجل رقمي عندك. يقول سالم عطيته رقمي وقال خلاص بتواصل معاك باذن الله بعد اسبوع، واسمع ترى دائما نتحرك على الساعه 9 الليل على الظهريه باذن الله على الظهريه انت موجود في بيتكم. قلت له بس الفتره هذه ويعطوني سياره؟ قال ايه الفتره هذه بس ويعطونك سياره. قلت له بس زين. يقول سالم المهم فرشت الاكل للطيور والحيوانات وطلعت من ذاك المكان وصريت بيتنا، وانا قاعد الموضوع هذا ياك كل معاي ويشرب. الآن أدخل معهم ولا ما أدخل؟ هل أخاطر ولا ما خاطر؟ كم واحد يعني قد أمسك من الموضوع هذا قاعد يهرب مخدرات من منطقة لمنطقة؟ يقول سالم موضوعك صار ياكل معاي ويشرب. قلت يا رجال أنت وش أنت خسران؟ من زين ذا الحياة اللي أنت عايشها؟ سنتين ما انقبلت في الجامعة وبرضو العسكرية ما قبلوك، يعني وش تبغى؟ حياتك أصلاً أنت منتهية، حياتك ما منها فائدة. يا رجال اضرب ذا الحملة وروح وخله. المهم شوي وأنا قاعد اتذكر كذا ويجيني فلاش باك الشخص اللي اسمه فالح اليوم كان معاي في المدرسه اللي قال يا استاذ انت عارف نهايتها كلها حمله مخدرات واموري راح تكون طيبه.
قلت الله، قبل فترة كنت أستنكر كلام فالح وأقول وش العقلية الإجرامية هذه اللي هي فيه، والآن أنا قاعد أسوي الخطأ هذا نفسه. يقول الموضوع صرت بين حرفيا حرب دفاعية وهجومية، أنا مع نفسي ولا مع عقلي، أنا مع هواي ولا مع رزانة حرفيا ديني وعقلي. الموضوع وصل عند حده. يقول سالم سويت ذاك اليوم وضعية توفير الطاقة اللي هي وشي ما أفكر في شيء، يقول وأسوي اللي في راسي وأخلي الموضوع كأنه حلم عشان ما أحس بالخوف نهائيا. فقلت يا رجال خلني اتصل على مسفر واشوف وش وضعه، باذن الله الموضوع سالات كلها يعني نص يوم ما راح ياخذ مني وقت كثير. يقول والله العظيم ذيك اللحظات، يقول كانت لحظات غريبه في التفكير. المهم اطلع جوالي طيط 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 واتصل على مسفر طوط طوط، وهو قاعد يرن الجوال اقول اقفل الحين في وجهه بس واكنسل. فقلت في عقلي اذا الرن الرابعه ما رد علي بكنسل الموضوع. المهم طوط طوط الرن الثالثه، يا جماعه الخير الا يرد علي مسفر ويقول لي مرحبا. قلت له مرحبتين، انا معاك وين اجيك وين اقابلك. قال لي اسمع، موعدنا باذن الله يوم الاثنين نتقابل في المكان الفلاني هذا، وتعال ودخل سيارتك جوا الاستراحه، وبعدها راح يسلمونك سياره تاخذها وتطلع المنطقه تبعد عنك 500 كيلو، تسلم البضاعة اللي معاك وترجع ويدك فاضية. يقول سالم قلت لا أبد أنا معاه. يقول سالم يا جماعة الخير ذاك اليوم كان يوم غريب، خذت سيارة أبوي على الساعة 9 الليل، يقول وأطلع لين اللوكيشن اللي راسل لي هذا الشخص اللي اسمه مسفر. يقول واروح إلا أحصل مزرعة كبيرة مرة 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 مزرعة كبيرة لأبعد درجة. يقول وأدخل السيارة وأدخل ولف يسار وأنا مرتبك وحالتي حالة. يقول لحصل شخص قدام قاعد يأشر لي بالكشاف حق الجوال، ونزل قزازة اللي أسمعه يقول لي سالم تعال هنا تعال هنا. وادخل يا جماعة خير سيدة، بعد لفيت يمين ورا الخيمة والمباني حقتهم، وصدق يا الربع حصلت سيارة جيب أبيض جديد بقراطيسة وكالة، حرفيا ما المسه لا شاكوش ولا حصى، وبرضو بموديل السنة. الصدق وقفة الجيب أغرتني بشكل غير طبيعي، بدأ مخي الآن يفرز مادة قاعدة تعطيني حالة حرفيا اندفاعية إني أقط نفسي ولا أفكر باللي يصير نهائيا. وفي واحد من جواي يقول لي يا سالم تراه جيب لا يروح عليك كلها 14-15 ساعة، صدقني وانت حرفيا تملك جيب اخر موديل. المهم وقف سيارة ابوي وطف فيها وانزل من السيارة اللي حصل في وجهي رجالين ومعهم مسفر، ومسفر ثالثهم اللي يقول لي مسفر هلا والله سالم، حاب اعرفك عمي فلان وعمي فلان، هذا عمي اللي يبغى منك الشغلة. اللي يكلمني الرجال هذا يقول لي كيف حالك يا سالم طيب؟ قلت له بخير. قال لي اسمع الجيب هذا الان انقله باسمك واعطيك ورقة انه باسمك كامل، ولكن اللي ابغى منك تروح للمنطقة هذه اللي تبعد 500 كيلو 600 كيلو وتجيب البضاعة من هناك وتجيبها عندي. يقول سالم قلت له ابشر ولي تبغاه يصير. المهم يطلع مبلغ يا جماعة الخير ويعطيني اياه. قال اسمع هذا المبلغ اللي راح تاكل فيه وتعبي فيه بنزين لين توصل هناك. وناظر في المبلغ اللي معطيني اياه مبلغ مو بسيط، مبلغ يا جماعة الخير يكفي بنزين ممكن لمدة شهرين قدام. قلت له خلاص يعطيك العافية ابد ولي تبغاه يصير. بعدين قال لي اطلع الحين تحرك، ولكن اسمع ترى لو صار لك شيء او انصد انتبه تبلغ علينا، لو بلغت علينا ترى نعرف اسمك ونعرف وين بيتكم ونعرف وين اهلك ساكنين فيه، والله ما نخلي ولا واحد فيهم يذوق الراحة في حياته. يقول سالم الموضوع ذا خوفني وحسسني صدق انه راح ينقبض علي قدام. فقلت له تفاول خير وان شاء الله الامور زينة. يقول سالم واركب الجيب، يقول طط ويشتغل الجيب يا جماعة الخير. يقول جيب جديد، يقول له ناظر الطبلون الجيب يا جماعة الخير بس ماشي ما يقارب 45 كيلو. قلت لا والله ان هذول ناس صادقين وان صدق يبغى يعطيني الجيب. يقول لحظات اللي قال لي عطني اسمك وعطني هويتك وعطني كل شيء ويكتب لي ورقه ان الجيب هذا توني شاريه وانه لي، بس ارجع يا جماعه الخير الصبح وانقل الجيب باسمي. يقول المهم واطلع من عندهم يا جماعه الخير، واطلع مع بوابه المزرعه واطلع يمين واشغل جوجل ماب كاتب لي يا جماعه الخير 5 ساعات و50 دقيقة انت راح تكون في الموقع المطلوب. يقول طبعا في الروحه ما راح اكون شايل هم لان السياره ما فيها شيء ولا فيها اي حموله. يقول واطلع وامسك الطريق وامر المحطه الاولى، يقول واشتري لي اغراض وعبي بنزين للسيارة وضبط وضعي، يقول واطلع من المحطة واكمل طريقي. يقول قطعت في ذا الطريق اتمشى وما كان فيني خوف نهائيا، مروق وامر من عند نقاط التفتيش واصير اعد يا جماعة الخير نقاط التفتيش اللي قاعد امر من عندها. بعد حسبتي لها صرت يا جماعة الخير لازم امر على 6 نقاط تفتيش. يقول وانا رايح قاعدين يفتشون بشكل مبالغ فيه، يقول في قاعد انظرهم قدام وقف عطنا الرخصة عطنا الاستمارة. وعلى هذه الحالة يقول مريت من عندهم مشوني ومر على النقطة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة يا جماعة الخير، بعد 5 ساعات بالضبط أنا مر على النقطة السادسة، ومر من عندهم وأروح لنفس اللوكيشن اللي أرسل لي الرجال فيه الموقع عشان أقابل
اقابل الناس اللي راح يحملون لي البضاعه وبعدها ارجع معود لبيتنا. يقول سالم صدق واتعدى النقطه السادسه وناظر لوكيشن باقي 50 دقيقه. يقول حبه حبه لين وصلت للموقع حقهم. الموقع يا جماعه الخير عباره برضو عن مزرعه، ولكن مزرعه اكبر من المزرعه اللي قبل بكثير. واضح انها مزرعه خاصه وحقت ناس اغنياء لابعد درجه. يقول واوصل هناك واتصل على الرجال واقول له اني وصلت، اللي يرد علي قال خلاص الان راح يفتحوا لك ويدخلونك. وصدق يا جماعه الخير لحظات كذا ابو 5-6 دقائق الا الباب ينفتح طق 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 طق، باب كبير، ودخل يا جماعه الخير الجيب قرطيس المكان. قالوا لي يمين 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 في نفس الغرفه وفيها بايكه من جوا يعني كذا مفتوحه ادخل فيها السياره. عرفت ان هذا المكان اللي راح يفككون فيه السياره ويزبنون فيه يا جماعه الخير المخدرات اللي راح ارجع فيها. المهم دخلتها الا شوي يقول لي الرجال تعال معي خلنا نشرب لنا شاهي ولا نشرب لنا قهوه ليه ما يخلصون العمال من تركيبهم حرفيا للمخدرات. قلت له ابد، وياخذني يا جماعه الخير وصدق يصب لي شاهي وصب لي قهوه. قال لي تبغى تفطر؟ احسك جايع ولا شيء؟ قلت له لا والله اني ماكل عطري ولكن ابغاهم بس يخلصون عشان نمشي. قال لي ابد ترى يبغى لهم 50 دقيقه ساعه باذن الله وهم راكبين كل البضاعه في سيارتك فلا تشيل هم. قلت له زين زين. الرجال هذا صاير يسالني اسئله كثيره، انت من وين ومن وين تعرف الرجال وش وضعك ومن عندك وليه مسكت الطريق وليه اشتغلته. يقول صارت اسئلته واجد انه قاعد يبغى يتعرف علي. بعدين حرفيا حسي صار نفسه. قال اسمع لو عندنا بضاعه من مكان لمكان تشتغل معنا ولا ما انت مشتغل؟ قلت له والله انت وش بتعطيني؟ قال بعطيك اللي تبغى. خوينا كم اعطيك؟ يقول سالم قلت الحين اقول له ولا ما اقول له؟ وانا في لحظه تفكير اللي يقاطع كلامي يقول لي قال يا رجال لك نفس اللي معطيك ودبل، اذا معطيك الجيب وفوقها 100,000 انا بعطيك جيبين وفوقها 200,000. قلت بنفسي هل الشغله بسيطه لذا الدرجه وليه قاعدين يغوني بالفلوس عشان بس اوصل؟ يا ساتر اظل الموضوع صعب عندهم. المهم لحظات اللي يجي العامل يا جماعه الخير ويقول لنا خلصت السياره تقدر تمشي فيها الان. يقول سالم واخذ الجيب يفتحوا لي باب المزرعه واطلع معاه. يقولوا ذيك الست ساعات هي أسوأ 6 ساعات مرت علي في حياتي. يقول كنت اسميها الساعات البطيئه المميته. يقول مع كل ثانية ومع كل شخص يناظر فيني كنت أحس بالشكة. يقول مو مشغل جوجل ماب إلا مكتوب 6 ساعات و10 دقائق أنت موجود في نفس المزرعة. تعرفوا يا جماعة الخير جوجل ماب دائما في الروحة يعطيك وقت وفي الرجعة يعطيك وقت، يعني يقوس الزحمة ويقوس المنطقة اللي أنت ساكن فيها. يقول وأمسك الطريق وكنت أقول لنفسي يا سالم تصبر كلها 6 نقاط تفتيش وأنت معاك جيب قرطيسة. يقول ومر المحطة وعبي بنزين. يقول وأخذ لي أكل بسيط وأطلع من عندهم وأكمل الطريق. يقول بطني مغصني وقاعد يضرب يمين يسار وصار يبان علي التوتر. يقول له لحظات الا نقطه التفتيش الاولى قدامي. يقول سالم اضرب نفسي واقول سالم خليك رجال ولا تخاف والموضوع عادي كان ما في شيء كان ما فيك شيء لا ترتبك لا ترتبك. يقول سالم صرت اكلم نفسي. يقول مو مواصل عند العسكري العسكري يقول لي امش. يقول يوم قال لي امش حسيت براحه غير طبيعيه قلت الحمد لله. الا لحظات يا جماعه الخير الا نقطه التفتيش الثانيه قدامي ومر من عند العسكري وكانت ذيك النقطه شوي زحمه ولكن كنت الاحظهم انهم كانوا يخلفون الناس اللي سياراتهم يعني مركبه تظليل او مسويه عزل للرؤيه من جوا السياره. يقول المهم يوقفون يمين يسار ومر من عندهم موتري جديد بدون تظاليل ابد الا قال لي العسكري امش. المهم يا جماعه الخير كل ما مريت من عند تفتيش انا قاعد ادعي ربي ان الموضوع يمر بسلام. يقول ولكن التفتيش الثالث كذا خلاص بوصل التفتيش الا العسكري ناظر فيني قال لي وقف نزل قزازة مرحبا كيف حالك طيب وقف على جنب نبغاك شوي. يقول يوم قال وقف على جنب إلا بديت ألخم وألمخ في نفس الوقت. قلت له ليه أنا وش مسوي؟ قال وقف قدامه بتعرف وش أنت مسوي. المهم روح قدام جماعة الخير وقفت السيارة فقلت شكلك انكشفت يا سالم وهذه الحلقة الأخيرة من حياتك. يقول سالم وأنزل من سيارتي وأروح لين القسم إلا الضابط في وجهي عطني هويتك وياخذ هويته طق 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 قال خذ وشو؟ قال مخالفة سرعة. قلت له ليه أنا مسرع؟ قال لي أنت مسرع. قلت الله يعطيك العافية. يقول واخذها وركب سيارة. قلت الله يقطع ام التفكير السلبي اللي في راسي. يا سالم لا تخاف واقدح ما في شيء مخيف. يقول واشغل الجيب وادعس له. يقول واوصل لين نقطة تفتيش الرابعة ومر من عندها. يقول نقطة التفتيش الخامسة هذه النقطة قبل ما ادخل مدينة حقتي لان تفتيش النقطة السادسة يا جماعة الخير ترى مفتوح اقدر امر من عنده وانا مروق. يقول نقطة التفتيش الخامسة اللي قال لي العسكري وقف وقف وقف
قال لي وقف على جنب وقف على جنب. قلت اكيد الحين انه بيعطيني سرعه. قال لي ينزل من السياره. قال لي يا جماعه الخير ويجيب شخصين يروحون يا جماعه الخير يفتحون قوارير المويه اللي في سيارتي يصيرون يشمونها ويبحثون يمين يسار. قلت سالم والله هذه الحلقه الاخيره خلاص سالم انت على المحك الان انتهت حياتك. بس اهم شيء لا يفتحون الباب اللي ورا لاني ما ادري هذول وين زبن المخدرات فيه. يقول له والله ويجي العسكري وانا قاعد اناظر فيه وادعي انه ما يفتح الباب اللي ورا. يقول ويجي ويفتح الباب اللي ورا حق الجيب. يقول العسكري حط يده. يقول اول ما حط يده حسيت حياتي انتهت. سالم والله الحلقه الاخيره. سالم حرفيا انت الان سويت غلطه كبيره واتوقع ان حظك مضروب من البدايه. يقول وحاط يده كذا ويرفع نفس البلاستيكه ذي اللي موجود على الارضيه ويناظر كذا يمين يناظر يسار ويقفلها ويناظر فيني. بعدين قال لي انت معك شيء؟ قلت له لا والله ما معي شيء. قال متاكد؟ قلت له اي والله متاكد. قال لي ليه وش صاير؟ قال بعلمك الحين وش صاير. شباب فكوا الديكورات بالله على اليمين وعلى اليسار حقت الجيب. يقول اول ما قالها بديت اللخم. قلت لي بالحلال لا يخربون الديكورات تكفى الموتر جديد. قال لا لا انا ماني مرتاح الوضع. يقول مو جاء واحد جاب يفك الديكور ويسحبه كذا وطرق ويسحبه. جماعه الخير الصدمه ما في مخدرات موجوده نهائيا. يروح يعود يركب الديكورات. قال لي اسمع تعال تعال المركز. وجي المركز قال خذ هذه مخالفه سرعه. خذ. قلت لي ليه موقفني؟ قال لانك انت ما انت صاحي ما اخذ مخالفتين سرعه ورا بعض. فقلت اكيد عقلك ضارب وقلت ممكن معاك شيء. فقلت الحمد لله ربي ستر علي انهم ما لقوا المخدرات واتوقع اللي موجودين في المزرعه زبنوا المخدرات بطريقة احترافية. يقول المهم واطلع وادخل يا جماعة الخير المدينة ولكن دخلت المدينة هذه لازم اكون حذر لان اي لحظة ممكن احد يطب عليك. يقول واطلع مع طرق كذا مختصرة يمين يسار يمين يسار لين وصلت يا جماعة الخير المزرعة اللي شلت منها المخدرات واتصل على راعي المزرعة واقول له انا موجود عند الباب. قال لي وصلت. قلت له ايه. يفتح الباب ويدخلني يا جماعة الخير. قال لي انزل اقلط تعال خلينا قهوي. المهم مع السوالف انا تارك السيارة مفتوحة قد يمكن ينزلون المخدرات حقتهم. قلت يا اخي يا ولد وين مزبرين المخدرات ذولي فيه؟ قال لي اسمع يا سالم انا بالاساس اصلا لعبت عليك عشان ما ترتبك. انا مخليك تشيل حموله المخدرات وتوصلها المنطقه اللي انت وصلت لها. فنزلوا المخدرات هناك وانت راجع اصلا ما معك شيء. فخذوا كل المخدرات اصلا يوم وقفت في المزرعه. يقول سالم اللي اناظر فيه. قلت له من جدك؟ للدرجه هذه انت مستهتر؟ ليه ما قلت لي من البدايه؟ وانا ماشي وانا مرتاح. قال لي انا اصلا ابغاك تكون مرتاح عشان العساكر ما يشكون فيك. يقول سالم انا انغبنت من جواي. قلت يا الله يا قلبه الميت. المهم قال لي اسمع يا سالم ما علينا من الكلام هذا. الجيب وترى نقلتها باسمك تقدر الان تطلع فيه وتروح وتجي وفالك التوفيق ان شاء الله. لو في حمله جايه راح اكلمك باذن الله وتكون انت قائد ذا الحمله. قلت له يصير خير ان شاء الله. واطلع يا جماعه خير رايح الجيب واتذكر سياره ابوي انها موجوده واخذها. قلت بوقفها برا المزرعه عشان اجيب ابوي ياخذ سيارته وارجع انا بالجيب للبيت. ولكن اللي قاعد يدور في راسي وش اقول لابوي عن الجيب اللي معاي واقول له كيف جبته. قلت الحل الانسب انه اقول له ان هذا الجيب حق خويي وماخذه منه كذا يوم وبرجعه ممكن الخطة هذه تمشي وابوي يصدقني. المهم يا جماعة الخير واطلع من المزرعة بعد ما وقفت سيارة ابوي على اليمين عند المزرعة واروح لبيتنا ولكن متخوف ان ابوي يقابلني وجه بوجه. المهم واروح لين بيتنا ووقف السيارة عند باب البيت وادخل يا الربع الا ابوي حصره في وجهي اصلا من زمان كان ينتظرني. اول ما شافني قال لي سالم وينك؟ حرام عليك ماخذ السيارة ومخليني بدون سيارة. قلت له يا يبا ليه ما اتصلت علي؟ قال جوالي ما في رصيد ولا شحن وارسلت لك كذا رسالة نصية ولكن انت ما رديت علي. قلت له يبا والله العذر والسموحة اني تأخرت اليوم ما جيت كنت نايم في الاستراحة عند اخوياي. قال لي ابوي مو مشكلة ولكن وين السيارة ابغى اخلص امور البيت. قلت له يا يبا والله السيارة لبقتها في مكان وجوني اخوياي لهذا المكان وخذوني ولكن الان معي سيارة خويي امشي اوديك فيها تاخذ سيارتك وتخلص فيها امورك. قال لي ابوي يلا مشينا. والله يا جماعة الخير واشغل الجيب الا ابوي طالع من البيت ويناظر الجيب هذا. قال لي ما شاء الله يا سالم ذي سيارة مين؟ قلت له هذه سيارة مسفر اللي معنا في الاستراحة. المهم يركب ابوي منذهل حرفيا من السيارة ووديه يا جماعة الخير لين المكان اللي وقفت فيه سيارة ونزلته ومشى في سيارته وراح وانا على طول طلعت يا جماعة الخير ورجعت لبيتنا. ولكن وانا في طريق لبيتنا قاعد افكر بالشيء الاجرامي اللي سويته حرفيا الليل وبرضه قاعد افكر كيف الشخص هذا لعب علي وعطاني حمولة المخدرات وانا رايح وكنت مستغرب اقول سبحان الله كيف ربي ستر علي وهذه اخر عملية اخاطر فيها في حياتي. بما ان الموضوع صار كذا وخدت سيارة خلاص توبة اسوي هذا الشيء من جديد. وبرضه يا جماعة الخير قاعد افكر في وش صار عليه هل هو اشتغل الشغلة هذه ولا لا ولكن ما ادري وين اسأل عنه ولا اعرف اي احد يتواصل معه. المهم يقول سالم وارجع لبيتنا ووقف السيارة وطبعا اكيد اني تعبان من الطريق اللي كنت ماسكه وبرضه من وجع البطن في الطريق وانا راجع. يقول المهم وقف السيارة وادخل بيتنا وحط راسي وانام ونام يا جماعة الخير ما يقارب 9 ساعات او 10 ساعات. المهم يا جماعة الخير وانا نايم صارت تجيني احلام غريبة واحلام كانت ترسل لي اشارات انا ما ادري وشي اقول في نفسي شكل الاحلام
الكلام هذه ممكن حديث نفس ولا ممكن تحذير من ربي على الذنب الكبير اللي اقترفته حرفيا. يقول قمت وانا مهموم ولا في قلبي راحة، وحسيت يا جماعة الخير بنار قاعدة تاكلني من جوا. قمت كذا وانا متكدر وانزل يا جماعة الخير من البيت، قلت خلني اطلع بالسيارة اغير جو وان شاء الله ما يصير الا الخير. المهم اركب السيارة الجديدة حقتي واشغلها واطلع من عند بيتنا. المهم يقول سالم دايما اذا كلاني الهم وانا على الطريق العام تبدأ تنطلق الهواجيس واصير حاسب نفسي. قلت خلني امسك طريق كذا ابو 50 دقيقة 60 دقيقة وعود ارجع، وصدق يا جماعة الخير وامسك طريق مخصص انه يوديني من مدينة إلى مدينة ثانية. وخذ تفكيري ما وقف نهائيا، وكنت قاعد أحس بالذنب بشكل غير طبيعي، وصرت أفكر أقول الآن أنت نقلت مخدرات من منطقة لمنطقة. كنت أقول نفسي تخيل أنك ساعدت شباب كثير وحثيتهم على الخراب والفساد وأنك برضو سهلت لهم طريقة التعاطي. يقول وصرت أفكر حرفيا بهم الناس اللي ممكن يستخدموا المخدرات اللي أنا نقلتها. وصدق يا جماعة الخير وجود المخدرات في أي منطقة هي السبب الأول لهدم البيوت. وجاني تأنيب الضمير اللي قلت تخيل انك كم راح تهدم من بيت من الحملة اللي انت انقلتها. وكنت انت برضو يا سالم تفكر في نفسك وتفكر في السيارة اللي قاعد تسوقها الان، وما همك اي احد من المجتمع اللي انت ساكن فيه. يقول سالم جاء في بالي اني اكلم اي شخص وفضفضله واقول له الموضوع اللي صار لي، ولكن من هو الشخص المناسب اللي ممكن يساعدني في هذا الموقف ويستر علي ولا يقول شيء عند ابوي ولا عند امي ولا احد من ربعي يعرف السالفة هذه كلها. وبرضو افضل اني يكون الشخص هذا شخص متدين ويخاف ربه. ما طار أحد في بالي نهائيا ولا أتذكر أحد قريب لمي يخاف ربه وراعي دين. كل أخوياي اللي أعرفهم حياتهم يعني حياة عادية وما هم مركزين في الدين بشكل كبير. يقول سالم المهم خلصت الخمسين دقيقة الآن برجع من جديد 50 دقيقة. يقول سالم المهم وأنا راجع عقلي شوي خرج عن التفكير. يقول فجأة فقدت التحكم في الدركسون حق السيارة. يقول لتلتف السيارة يا جماعة الخير ما أسمع إلا تفحيط الكفر. يقول بوف في الماسورة حقة الطريق. يقول ولكن الموضوع الغريب مو بهنا، لا لا لا، الموضوع الغريب بعد ما صدمت يا جماعة الخير وانا جوا السيارة اناظر الماسورة حقة الطريق جنبي بالضبط. يقول قاص الجسر حق السيارة وداخل علي، ولكن سبحان الله طقت في المرتبة حقتي من ورا وانا ما جاني ولا شيء. يقول فجأة السيارات تتجمع ويقولون لي امورك زينة امورك زينة. قلت لهم ابشركم اموري زينة بس طلعوني. يقول لجاء شخص كذا من قدام قال لي دف القزازة اللي قدامه برجلك دفها، ودف يا جماعة الخير القزازة اللي قدام برجولي الثنتين وانا متحاشر بين الجير وبين القزازة اللي قدامي، ودفها يا جماعة الخير ويطلعوني مع القزازة اللي قدام ويجلسوني على الرصيف الا واحد يناظر فيني ويطقني على وجهي. قال لي تسمعني فيك شيء ولا ما فيك شيء؟ جيتك ضربة داخل السيارة ولا ما جاك شيء؟ وانا من صدمة الموقف والحادث قاعد اقول له والله ما ادري، انا ما ادري وش صار لي، ولكن اللي اتوقع انه ما صار لي ولا شيء وما جتني ولا ضربة. وانا جالس كذا اناظر في السيارة وإرباقات السيارة طالعة وما لها يوم عندي، وبرضو مستغرب من الحالة اللي أنا فيها وكيف ربي نجاني من الموت اللي كان محتم مكتوب علي. قلت في نفسي شكل الحلم اللي أنا حلمت فيه وأنا نايم شكله تحقق وصار، وصار الحادث هذا وما طول أبد، ولكن قلت الحمد لله اللي ربي نجاني واكتب لي عمر جديد في هذه الدنيا. المهم جاء يا جماعة الخير بعدها الإسعاف وجو الناس المسؤولين عن الطرق عشان يكتبوا الحادث اللي صار. خذوا سيارتي وركبوها في نفس السطحة كذا، شالوها في ونش وخذوها. إلا قال للشرطي في أحد راح يجيك؟ نظرت فيه كذا بكل برود وقلت له لا والله ما أتوقع في أحد بيجيني، وأصلا ما حد يدري إنه صار لي حادث. قال لي طيب اركب اركب عشان أوديك للقسم وأكتب لك التقارير حقة السيارة وتوقع عليها وبعدها تمشي بيتكم. قلت له يلا زين. ياخذ الشرطي وركبني معاه ورا يا جماعة الخير يوديني للقسم المسؤول عن الحوادث، وانزل ووقع على اوراق واطلع. وانا طالع ما حصلت احد يوصلني، قلت مالي اتصل الا على ابراهيم او زياد. المهم اطلع والله جوالي ذاك اليوم واتصل على خويي، قلت له تعال مرني انا الله يسلمك عند قسم الحوادث. قال لي افا يا سالم وش فيك؟ قلت له تعال مرني وانا راح اعلمك كل شيء. المهم يا جماعه الخير شويات الا جاي خويي واركب معاه السياره، وانا منصدم لحد الان من الشيء اللي صار لي. الا خويي يكلمني يقول وش فيك سالم فيك شيء؟ قلت له اقول لك والله صار لي موقف غريب وبعلمك وش اللي صار من البدايه للنهايه. قال وش اللي صار؟ قلت له شفت خويك مسفر اللي معنا في الاستراحة؟ تدري اني اشتغلت معاه امس ووصلت بضاعة مخدرات من المنطقة هذه المنطقة الثانية؟ قال لي ياح صادق وشلون صار كذا؟ قلت له والله هذا العلم وجاك
وبعد ما وصلت المخدرات السيارة اللي عطوني إياها قبل شوي راحت تالف، والآن ما أملك لا سيارة ولا أي شيء. قال لي اسمع، أنت صاحي؟ أنت بكامل قواك العقلية يوم تنقل بضاعة من منطقة لمنطقة؟ تدري لو مسكوك ممكن تاخذ فيها 4 سنوات إلى 8 سنوات سجن، وممكن تاخذ أكثر؟ أنت صاحي يا سالم تضيع شبابك؟ قلت له اسمع، أنا الآن موضوعي مو بهنا، أنا موضوعي الآن إنه قاعد ياكلني تأنيب الضمير، والشي اللي سويته قاعد أحس بذنبه حرفيا، ولا أبغى أكبر ويمتد معي هذا الذنب. إذا تعرف شخص يقدر يفيدني أتمنى إنك توصلني له. قال لي اسمع، عندي لك الشخص اللي راح يفيدك واللي راح يقدم لك يد الخدمة. قلت له من هو؟ قال أبوي. قلت له ليه أبوك وش هو؟ قال لي بوديك عنده وراح تعرف كل شيء. يقول المهم يطلع جواله وطيط طيط 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 ويتصل على أبوه. السلام عليكم، هلا يبا، كيف حالك؟ طيب. يبا في واحد من أخوياي يبغى يقابلك وعنده موضوع وأتوقع إنك راح تفيده. يقول سالم المهم لقطني وداني عند أبوه، وأنزل عند أبوه السلام عليكم كيف حالك يا عم؟ طيب يا عم أنا عندي موضوع أبغى أكلمك فيه. إلا أبوه قال لي وش موضوعك وش سالفتك بالضبط؟ قلت له أبشر يا عم وصير يا جماعة الخير أشرح له السالفة. أنا والله تقفلت في وجهي الدنيا، وبعدها الله يسلم في واحد أغواني وكنت ضعيف نفس في ذاك اليوم، ونقلت مخدرات من منطقة لمنطقة، وهذا الكلام صار أمس، واليوم الله يسلمك صار لي حادث على السيارة اللي عطوني إياها هدية. إلا أبوه قال لي ومن قال لك أصلا المال الحرام يدوم؟ دائما مال الحرام مأخوذ يا ولدي. ولكن اسمع، قاعد تحس الآن تأنيب ضمير صح؟ تتلاقيه. قال بس إحساسك بس بتأنيب الضمير فمعناه أن ضميرك حي. قل الحمد لله في ناس تسوي الإجرام ولا ترى فيه أي شيء، ولا تخاف ولا تجيه طرفة عين. يعني يا سالم يا ولدي الحمد لله أنك قاعد تحس بالذنب، ووعدني أنك ما ترجع لهذا الطريق مرة ثانية. قلت له آخر مرة أرجع لهذا الطريق، ولكن أنا أبغى خاطري يرتاح وحس أني صدق ساعدت في خراب هذا المجتمع. لا قال لي أبو خوي كذا بكل بساطة، دامك ساعد في خراب هذا المجتمع أجل ساعد في إصلاحه، والحجر اللي خربته بيدك ابني بداله جدار عشان تعوض الأشياء اللي راحت عليك قبل. قلت له وشلون يا عم وش قاعد تقصد؟ قال بعلمك وش قاعد أقصد. صح أنت هربت المخدرات، فالآن كافح المخدرات بدال تهريبها، وحم عيال هذا البلد عشان تكون شخص ربي راضي عليك وانت تكون راضي عن نفسك. يقول سالم كلامه والله لا اخفيكم انه اثر فيني، وكلامه برضو جاب لي الراحة في نفس الوقت. قلت له يعطيك العافية يا عم، وحبيت يده وراسه وطلعت، وقلت لخويي الله يعطيك العافية وما قصرت. اللي هو يسألني قال لي اسمع سالم من جدك سيارة امس تركبها واليوم يصير لك حادث؟ ورد الكلام اللي قاعد تقوله ترى مو متناغم. قلت له اسمع، ترى مال الحرام والله ما يدوم، وصدق ابوك في هذه المقولة، والحمد لله اني انا بصحة وعافية فيني طاقة اني اقدر اصلح الشيء اللي خربته، وباذن الله ما انسى فضلك هذا. امش ودني لبيتنا، خلني ارجع البيت واكون مرتاح، ولا راح اقول لابوي اي شيء، بقول له ان السيارة سلمتها المسفر. يقول المهم خذاني خويي وداني لين عند باب بيتنا، نزلني ومشى من عندي، وانا دخلت جماعة الخير لبيتنا، ورحت جماعة الخير انسدحت على الفراش وانا قاعد افكر بالموضوع اللي صار لي قبل شوي، والله العظيم انه كانها لحظة غير مصدقة نهائيا. المهم حطيت راسي ونمت، وانا كنت راضي عن نفسي وغير راضي، وصحيت اليوم الثاني يا جماعة الخير على نفس الحالة. المهم يا جماعة الخير، والله واصحى من النوم في ذاك اليوم، قلت لازم الشخص هذا المهرب اللي كان يبغاني أهرب المخدرات من منطقتي لمنطقة ثانية لازم أبلغ عليه الجهات الأمنية، ولا خليه يذوق الراحة على الشيء اللي قاعد يسويه. ولكن أنا كنت متخوف إن الجهات الأمنية اللي راح أتعامل معها إنها تقول هذا الموضوع لأبوي، وأنا ما أبغى أبوي يعرف بهذا الموضوع نهائيا. صدق يقول سالم بعد ما صحيت ممكن 3-4 ساعات وأنا قاعد أقول لنفسي روح للجهات الأمنية ولا تروح، وقاعد اتضارب بين الخيرين هذه، فصملت يا جماعة الخير وقلت لازم اروح ابلغ ويصير اللي يصير، ولكن اهم شيء قلبي يرتاح ولا اكون شايل هذا الهم لين قدام. واخذ يا جماعة الخير مفتاح سيارة ابوي واشغل سيارته واطلع يا جماعة الخير لين وصلت القسم مكافحة المخدرات. المهم يا جماعة الخير وصلت هناك ولبقت على اليمين، وانا لحد الان متخوف ابلغ ولا ما ابلغ. شوي يا جماعة الخير قلت سالم يا شيخ سوها ويصير اللي يصير. يقول وافتح باب السيارة وانزل، الا كان في عسكريين واقفين برا في الشارع وقاعدين يسولفون مع بعض. جيت عندهم قلت السلام عليكم، ردوا علي وعليكم السلام تفضل وش بغيت؟ يقول يوم ردوا علي جاني الارتباك شوي. قلت لهم يا اخي انا عندي موضوع وخايف والله اقوله ولا ما اقوله. الا العسكري قال لي بكل احترام، قل يا ولدي وش بغيت؟ فيك شيء؟ في احد من اهلك يتعاطى والموضوع خايف ان تقوله لنا؟ قلت له لا ان شاء الله، وان شاء الله اهلي ما يطحون في الشيء هذا، انا عندي موضوع ودي اقوله لكم، واذا كنت انا مخطي في الشيء هذا فسامحوني، ولكن والله العظيم اني جاي اقدم يد
المساعدة لكم. المهم واحد من العساكر هذولي قال لي تعال وش اسمك انت؟ قلت له انا اسمي سالم. ويمسكني يا جماعة الخير واضح ان عمره 48 47 سنة. المهم خذاني ودخلني مكتب وقفل الباب. قال لي يا سالم وش فيك بالضبط؟ وش انت مسوي؟ فيك شيء؟ شايف شيء انت؟ في شيء تبغى تبلغ عليه؟ او انك قد تعطيت مادة وخايف الان من ضررها؟ ترى بما انك سلمت نفسك بدري ترى والله علاجها بسيط وامورك زينة. قل لي. قلت له اسمع تكفى اني طالبك، الموضوع اللي راح اقوله لك ما ابغى احد يدري فيه نهائيا، حتى ابوي ما يدري. قال لي لا تخاف، اغلب القضايا اللي حليناها ترى بدون تدخل الوالدين، لان ندري انك كبير وتنحرج من اهلك، بس قل لي انت وش بغيت وعلمني وش فيك بالضبط. قلت له اسمع يا طويل العمر، انا في يوم من الايام اضعفت نفسي وفي ناس اغووني اني اوصل مخدرات من منطقه لمنطقه. يقول اول ما قلت اني وصلت مخدرات من مكان لمكان قال لي العسكري لا يكون البضاعه كبيره اللي وديتها. قلت له ايه والله انها كبيرة. قال لي تعرف كم الكمية؟ قلت والله ما اعرف اي شيء، ولكن في واحد اغواني وقال اذا وصلت المخدرات من منطقة لمنطقة راح اعطيك سيارة جديدة. قال ايه هذه حركاتهم وقاعدين يغوون الشباب عشان يطرحونهم في هذا الفخ. قلت له تكفى انا اعرف اني غلطان، ولكن تكفى سامحني وما ابغى ادخل السجن واسبب مشاكل لابوي، وابوي شخص عصبي بشكل انت ما تتوقع. قال لي اسمع يا سالم، بما انك جيتني انا ما راح اردك وراح اساعدك بالشيء اللي انت تبغاه، ولكن الان اطلع وروح لسيارتك وركب فيها وخلك هناك شوي وبجيك. قلت له ليه؟ في شيء؟ قال لي لا لا تشيل هم، الموضوع ان شاء الله سهل، اطلع وبجيك في السياره وبندفعها. قلت له كم يبغالك؟ يقول شوي رفع كذا ساعته وقال لي يبغالي 15 دقيقه الى 20 دقيقه وبجيك. المهم يا جماعه الخير يقول سالم طلعت وانا فيني خوف غير طبيعي، رحت لسيارتي وجلست فيها وقفلت الباب. يقول من درجه الخوف اللي فيني والله العظيم ان رجولي قاعده تنفض واحس بام الركب جتني، صرت انتفض انتظر ذا العسكري يجيني. يقول صدق ما خلصت الا 20 دقيقه كذا 25 دقيقه اللي هو طالع من المركز نفسه، جاء ناظر كذا يسار قال لي تعال. المهم انزل كذا من السياره يا جماعه الخير واروح له. قلت له وش هو؟ وش صار؟ في شيء؟ قال اركب معي السياره. قلت له ليه؟ قال لي اركب معي السياره وبفهمك كل شيء في السياره اركب. قلت له ابشر. المهم يا جماعه الخير ركبت معي السياره ويشغل السياره ويطلع على الطريق العام، وانا لحد الان مرتبك ابغاه يفتح الموضوع شوي. قال لي لا تخاف بنسولف قدام، ولكن بقعد معك ابو نص ساعه بفهم الموضوع كامل، ولكن اول شيء خلنا نمر محل نشتري لنا شيء نشربه ونسولف على راحتنا. قلت له ابشر. وصدق يا جماعه الخير مر محل وجاب لنا كذا مشروبات ساخنه نشربها. قال لي وش الموضوع؟ وقل لي من البدايه ومنهم الاشخاص، هل عندك اسماهم او لا؟ وقبل ما تبدا لحظات فتح الدرج يا جماعه الخير وطلع دفتر. قال لي يلا ابدا سولف لي. قلت له انا في يوم من الايام زهقت وجاني اكتئاب من كثر قعدتي في البيت، ومريت ذاك اليوم اخوياي في الاستراحه وقابلت شخص هناك اسمه مسفر، وقال لي مسفر ان عمه يشتغل في توصيل المخدرات، اذا انت تبغى تشتغل معاي فحياك الله، كلم لك عمي تشتغل معه. قال لي طيب وش اسم عمه؟ واعطيه اسمه يا جماعه الخير. قال لي طيب وش اسم الولد اللي دلك؟ واعطيه يا جماعه الخير اسم مسفر. قال لي طيب الاستراحه اللي انتم فيها ناس يتعاطون؟ قلت له نهائيا، استراحه نظيفه مره. قال لي طيب وش بعد سويت؟ المهم اتفقت مع مسفر واتصل علي مسفر بعدها. المهم وجاء يوم من الايام وحدد لي مسفر احد المزارع الموجوده في المناطق الصحراويه. بعدين قال لي طيب وش بعد كمل؟ قلت له المهم وخدت اللوكيشن حقه ورحت لين المزرعه اللي قال لي عنها، ووصلت لين المزرعه هذه وقابلت هناك شخصين سلموني سيارة، قالوا لي نبغاك تجيب بضاعة من منطقة موجودة عني تبعد ما يقارب 500 أو 600 كيلو. قال لي انت خدت البضاعة من مزرعة؟ قلت له لا، الموضوع اللي سووه فيني مقلب، كان حاط المخدرات جوا السيارة وأنا ما أدري نهائيا، ورحت لين المنطقة اللي هناك ونزلت فيها المخدرات، وأنا كنت أعتقد أني أنا راح أحمل المخدرات هناك ما راح أنزلها. بعدين وأنا راجع رجعت والسيارة فاضية ولين وصلت للمزرعة. قلت له وبعده؟ قال لي ان اصلا المخدرات كانت معاك وانت رايح. قال لي يا اخي ما انتبهت يوم جو ينزلونها في المزرعه اللي هناك. قلت له والله العظيم اني ما كنت ادري معاي مخدرات في السياره، وانا شخص ترى توني بدائي، هذا اول عمل شري اسويه في حياتي. قال لي طيب وبعدها وش صار؟ قلت له المهم طلعت ذاك اليوم من المزرعه وعطاني السياره وكتبها لي باسمي، بس ناقص اني امر احد الاماكن اللي خلاص يثبتون السياره انها تكون باسمي، ولكن معاي اوراق رسميه تثبت اني شريت السياره منه. قال لي طيب وين السيارة؟ قلت له الموت تدري وين؟ ان السيارة اللي عطاني اياها ما قعدت ولا 24 ساعة الا سويت فيها حادث وراحت تالف. قال لي ما شاء الله الحمد لله ان ما جاك شيء. قال لي اسمع يا سالم، انا اللي راح اسويه راح اتعاون معاك تعاون، ترى التعاون اللي راح اسويه معاك تعاون غير رسمي، ولكن راح اتفق معاك اتفاق وبنسق معاك انك شخص شغال معنا كمخبر، واذا نجحت في هذه المهمة ممكن نتعامل معاك في المستقبل. قلت له يعني كيف مخبر؟ وش يعني مخبر؟
وش اسوي يعني بالضبط؟ قال لي بعلم كل شيء. اول شيء معاك الضابط خالد من قسم مكافحه المخدرات. ترى الموضوع اللي قاعد تقوله لي ترى مو اول موضوع اسمعه، ترى الدنيا مليانه بلاوي، ولكن انت عايش في امن وامان وما تدري عن الشيء اللي قاعد يصير. اذا ما حسيت باي مصيبه في حياتك بقل الحمد لله على العافيه اللي انت فيها. والشيء الثاني يا سالم، مخبر معناها انك راح تكون شخص تساعدنا في القبض على الشخص هذا، بتصير متعاون معنا وتنسق معنا بكل شيء جديد. فالان خل وضعك طبيعي وتراك من طرفي تراك محمي وما حد يقدر يتعرضك. قلت له زين وش بعد تبغى مني؟ قال استمر في عملك ونسق معاي في كل حركة تسويها، ابغاك الله يسلمك تنتظر منه يتواصل معاك ويقول لك في حملة جديدة. قبل ما تروح وتتوجه للمكان وتستلم السيارة حقتك ابغاك تعطيني خبر عشان اجهز اخوياي ونقبض عليكم كلكم كمتلبسين بالجريمة، ولكن انت يا سالم راح اطلعك من الموقف هذا لانك شغال معي. قلت له ابشر واللي تبغاه يصير. قال لي طيب عطني رقمك بطس عليك وسجل رقمي عندك. وصدق يا جماعة الخير واعطيه رقمي ويسجل الضابط خالد عنده في جواله. بعده قال يلا الان انزل كل سيارتك وانتظر منك التحديث بشكل مباشر، لا تتأخر يا سالم، واذا الشخص نفس اللي عطيتني اسمه ترى شخص مطلوب ونبغاه من زمان نصيده متلبس. قلت له زين زين وما يصير خاطرك الا طيب. وصدق يا جماعة الخير انتظرت يومين ثلاث ايام ما حد كلمني، اتصلت على مسفر قلت له مسفر ما في حملة جديدة ما في شيء ودي اشتغل معكم. قال لي اسمع يا سالم ترى الحملات هذه ما تجي الا في الشهر مرة، ولكن ان شاء الله لا صار شيء جديد عند عمي بعلم. وصدق يا جماعة الخير بعد مرور ممكن ثلاثة اسابيع الى اربع اسابيع جاني اتصال من مسفر افادني فيه ان في حملة يبغاني انقلها من المنطقة اللي انا فيها. المنطقة يا جماعة الخير تبعد عني، المنطقة تبعد عني يا جماعة الخير ما يقارب 300 كيلو. على طول اول ما كلمني يا جماعة الخير على طول راسلت الضابط خالد، سلام عليكم ضابط خالد ترى في حملة راح اخذها من المنطقة اللي انا فيها ليه منطقة تبعد عني 300 كيلو. قال لي طيب اسمع متى موعدها؟ قلت موعدها باذن الله يوم الثلاثاء وبتحرك الساعة 10 الليل. قال لي قبل يوم الثلاثاء ابغى اتقابل انا وياك وبعلمك الخطة كاملة. قلت له زين. وصدق يا جماعة الخير ويجي يوم الاثنين واتصل على الضابط خالد، سلام عليكم ضابط خالد وين تبغى نتقابل؟ قال بمرك بيتكم الان. وصدق يا جماعة الخير يمرني بسيارته وياخذني. قال لي اسمع انا نسقت مع الجهات الامنية اللي موجودة في المنطقة الثانية، ابغاه اذا اعطاك الموقع على طول ترسل لي رسالة عشان نطب، راح نقبض عليهم ونقفل على الموضوع بشكل سريع، وبعدها ابغاك تطلع من المكان اللي انت فيه وتتوجه للناس اللي يبغون يستقبلون البضاعة، وبعد ما توصل هناك راح تتواصل وتنسق معاك الجهات الامنية اللي موجودة في المنطقة الثانية. قلت له ابشر. وصدق ذاك اليوم يا جماعة الخير في يوم الثلاثاء الساعة 9 انا واقف عند باب المزرعة واضرب بوري طاطاط ينفتح لي الباب من جديد طق 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 وادخل عليهم يا جماعة الخير واقابل عم مسفر ومسفر موجودين. قالوا لي اسمع هذه السيارة الآن جاهزة، ولكن ترى ذا المرة راح نقول لك الصدق، تراك انت راح تشيل الحمولة والحمولة معاك في السيارة، انتبه يا سالم انك ترتبك وخلك رجال ولا يخوفك اي شيء. وصاروا يا جماعة الخير يلعبون علي بالكلام ويشجعوني عشان اسوي المصيبة اللي هم يبغونها. وقال لي يلا هذا هو جاك الموقع الآن ابدأ شغلك وانطلق يا سالم. قلت له زين. يقول سالم وركبت السيارة شوي ارسل للضابط خالد تراني استلمت الموقع وتقدرون تدهمون الآن. اللي يرسل لي الضابط خالد قال لي اطلع من عند البوابة خلي البوابة تنفتح. قال اول ما تنفتح البوابة راح نبدأ نداهم. يقول سالم صدق وارجع ريوس حرفيا بالجيب والف يمين الا قدامي البوابة تبعد عني ما يقارب 30-40 متر، عبارة كذا عن مسار مسافته 40-50 متر واوصل للبوابة. اللي يفتح لي عم مسفر البوابة بالريموت. صدق يا جماعة الخير وتنفتح البوابة الا الجموس يا جماعة الخير وجيوب الحكومة داخل المكان وبسرعة جنونية ما تتوقعونها. يقول لفوا يمين يسار وينزلون معهم أسلحة. يقول سالم يجون عندي ويأشرون علي السلاح انزل، المهم ينزلوني ويحطوني في الأرض ويربطون يدي ويدخلون يا جماعة الخير جوا. إلا عم مسفر يا جماعة الخير ما تدارك الموقف ويلقطون عم مسفر والناس الموجودين ويأخذونهم يا جماعة الخير ويكلبشوننا ويشلوننا في سيارات الحكومة. ولكن يا جماعة الخير أنا حطوني في سيارة مختلفة وعم مسفر والشخص الثاني واللي معهم حطوا كل واحد في سيارة، وراح أعلمكم ليه سووا هذه الطريقة. يقول المهم طلعوا الجيوب وخذوا عم مسفر والشلة اللي معاه. شوي جاني الضابط خالد قال لي فك القيد منه ويفك القيد وفك الكلبشات وقوم يا جماعة الخير. قال لي سالم اطلع الآن كل طرق التفتيش راح تفتح لك الطريق لين توصل للمنطقة الثانية وما يصير خاطرك إلا طيب، وخلك في تواصل دائم معاي وحدثني وين المنطقة اللي راح توصلها. على ما توصل هناك على طول أصلا راح يراسلونك الجهات الأمنية الثانية ويبغونك تحدد الموقع حقهم. قلت له ابشر يا الضابط خالد
وصدق يا جماعة الخير وامسك ذاك الطريق، وكان ذاك الطريق فيه ما يقارب 3 نقاط تفتيش، ومر على النقطة الأولى يوقفني العسكري. قلت له يا جماعة الخير وانزل الشباك حق السيارة. قال لي سالم. قلت له اي نعم. قال تفضل. أول ما قال لي تفضل والحكومة تعرفني زين، والله يا جماعة الخير إني حسيت إني قاعد أقدم شيء ثمين، وقلت يا شيخ لو يصير لي ليصير، لو أفقد حياتي في هذه المهمة ولكن أفقد حياتي في حماية هذا الوطن. يقول وأطلع من النقطة الأولى ومر من عند النقطة الثانية ونفس النظام ونزل الشباك. قال لي سالم تفضل وكمل طريقي. مع النقطة الثالثة يا جماعة الخير وقفني نقطة تفتيش ونفس الحكاية. قال لي سالم امسك هذا رقم الجوال اتصل عليه وفالك التوفيق في مهمتك كبير. واطلع من عنده واخذ الجوال واتصل عليه. طيط 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 سلام عليكم انا سالم. قال اهلا سالم، ارسل لي الان موقعك المباشر وتحركاتك اللي انت قاعد تمشيها، موقع المزرعة اللي راح تسلم فيها ارسل لي اياه الضابط خالد، ولكن ابغى اعرف تحركاتك عشان نوافق عملية المداهمة في وقت واحد. قلت لا ابشر وما يصير خاطرك الا طيب. وصدق يا جماعة الخير وارسل لهم الموقع المباشر حقي بالتحركات اللي قاعد اتحركها لين وصلت عند باب المزرعة، واضرب بوري عند باب المزرعة لما في شخص اتواصل معاه. المهم الا جاء واحد يا جماعة الخير وطلع. قال لي ايش تبغى؟ قلت له افتح الباب معي اغراض بنزلها. قال لي اوه وصلت مرحبا مرحبا ومسهلا، ويفتح لي الباب يا جماعة الخير. الجهات الامنية منسقين معاي قالوا لي دخل الجيب ولا تدخله كله، خله يوصل بس لين البايكة عشان لو قفل البايكة يتقفل البايكة على الجيب. سويت نفس الطريقة اللي قالوا لي وادخل الجيب وخليه يا جماعة الخير في نص البايكة. اول ما خليتها في نص البايكة الرجال اللي على اليمين عرف يا جماعة الخير انها بتيجي مداهمة، الا يا جماعة الخير اشوفه صار يركض ويدخلون يا جماعة الخير مكافحة المخدرات للمنطقة، وما شاء الله عليهم ما في اسرع منهم بالتدخلات السريعة. طاق 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 يا جماعة الخير ويسدحون الرجال ويضفون كل اللي موجود هناك وياخذونهم بالجرم المشهود انهم مستقبلين بضاعة من بضائع المخدرات. المهم انا هنا انتهى عمل. قال لي احد الافراد اللي موجود هناك قال لي ادخل الاستراحه، وادخل الاستراحه يفكك الديكورات يفككونها كذا بشكل سريع ويطلعون قطع المخدرات الموجوده في السياره. قالوا لي خلاص الحين تقدر ترجع بالسياره. وارجع يا جماعه الخير للمنطقه اللي انا ساكن فيها لين وصلت عند الضابط خالد، ويسلم علي الضابط خالد وقال لي شفت التعاون هذا اللي انت سويته معنا؟ صدقني ما راح انسالك، والشخص اللي قبضنا عليه اصلا كنا نبغاه من زمان. قال لي واسمع يا سالم بيني وبينك تعاونات كثيره في المستقبل ورقمك موجود عندي. المهم وقفت السيارة في القسم حقهم واركب سيارة الوالد وارجع فيها يا جماعة الخير لبيتنا واحط راسي وانام. يقول سالم اول ما صحيت من النوم حسيت بشعور غير طبيعي، شعور ما هو زي المعتاد. لو اقارن اليوم اللي قبله واليوم هذا كان اليوم اللي قبله هم وغم، مع العلم انه كانت معي سيارة وسيارة جديدة، وقارنا باليوم اللي صحيت فيه بعد ما سلمت الشخص هذا اللي يهرب المخدرات يوم غير طبيعي في حياتي، وحسيت اني راضي عن نفسي بشكل كبير. المهم وتستمر الايام يا جماعة الخير ومعها تستمر الاسابيع. يوم الايام وانا جالس اتغدى مع اهلي يا جماعة الخير اللي يرن الجوال وارفع الجوال اللي هو الضابط خالد. قلت لهم عن اذنكم وقمت على طول يا جماعة الخير من السفرة اللي انا فيها ورديت عليه. قلت له مرحبا الضابط خالد حياك الله، سمى امرني وش بغيت؟ قال لي سالم احتاجك ابغاك تجيني للقسم. قلت له عسى ما اشر في شيء، وهل الشيء هذا بيسبب لي مشكلة او لا؟ قال لي لا لا ان شاء الله ما في مشكلة، بس انت تعالنا اليوم القسم. قلت له ابشر ابشر وما يصير خاطرك الا طيب. والله يا جماعة الخير وارجع اتغدى وخلص غداي، وبعدها يا جماعة الخير اتجهزت ورحت للقسم اللي فيه الضابط خالد. وقف السيارة عند الباب وانزل وادور مكتبه لين حصلته. مرحبا الضابط خالد حياك الله. قال لي اهلا سالم كيف حالك؟ طيب ادخل ادخل. يقول ويدخل ويقفل الباب. قال لي اجلس. في احد شافك وانت قاعد تدخل؟ قلت له لا ما حد شافني. قال لي اسمع، الناس المتعاونين معنا ترى تصير لهم مشاكل اذا الناس دروا انهم متعاونين مع المخدرات. قلت له ما عليك لا تشيل هم، بس علمني وش الموضوع. قال لي بعلمك الموضوع الان، بس يا سالم ابغاك تركز معي. تتذكر ان ذيك الحمله اللي شلتها من المنطقه حقتنا وديتها المنطقه تبعد 500 كيلو؟ قال لي إيه اتذكرها. قال لي طيب الشخص اللي وصلته له تعرف اسمه؟ قلت له لا والله ما اعرف اسمه. قال لي طيب تعرف شكله؟ قلت له شكله اعرفه. قال لي طيب المكان اللي انت سلمت فيه حافظه زين؟ قلت له موجود دقيقه طلع لك. يقول سالم وافتح الواتساب يا جماعه الخير الا حصل يا جماعه الخير الموقع محذوف. فقلت للضابط خالد والله انحذف الموقع ولكن اتوقع اني اتذكره. ولكن وش المشكله يا ضابط خالد وش صاير؟ قال شفت الشخص اللي انت وصلت له بضاعه المخدرات؟ تواصلت مع احد الزملاء اللي موجود في المنطقه اللي هناك وقال لي ان في كميه مخدرات دخلت عليهم الفتره هذه وقاعده تنباع
بشكل غير طبيعي وما ندري من الشخص المورد لها. فقلت له انا ترى في واحد من الشباب متعاون معنا قبل قد وصل عندكم بضاعة، ممكن الشخص هذا اللي انتم تبغونه هو الشخص اللي وصل له، ابى اكلمه وبشوف الموضوع. يقول سالم قلت للضابط خالد ابشر واللي تبغاه انا معك. قال لي طيب تروح معي الان جاهز؟ قلت له جاهز الان اركب معك. قال لي يلا همش. يقول واركب السيارة معاه ونشغل السيارة ونطلع يا جماعة الخير على الطريق العام. طبعا يا جماعة الخير الضابط خالد يوم قابلته كان بلبس غير اللبس العسكري، لابس لبس مواطن عادي. المهم يقول ونطلع انا والضابط خالد لين مسكنا الطريق وصدق ونمر يا جماعة الخير على النقاط التفتيش اللي مريت عليها من قبل. وكنت قاعد اسولف للضابط خالد واقول له صدق اني مريت من هنا ولا واحد منهم وقفني الا الضابط خالد يناظر فيني. قال ولا واحد شك فيك نهائيا؟ قلت له ولا واحد وقفني لين وصلت النقطة المحددة لي. الا شوي يقول لي الضابط خالد يا سالم والله العظيم ربي حاميك وربي ساتر عليك واحمد ربك انك منصد. قلت له الحمد لله وكملنا هذا الطريق لين يا جماعة الخير مرت 5 ساعات او 4 ساعات وصلنا للمنطقة المحددة. المهم وصلنا المنطقة المحددة صرت الان اتذكر الموقع اللي انا مريته قبل، طبعا ما له فترة طويلة، ما له الا يمكن حوالي 3 اسابيع او اسبوعين الموضوع، فيعني اتذكر التفاصيل بالكامل. قلت يا ضابط خالد اطلع يمين ويطلع يمين يسار يا جماعة الخير لين وصلنا عند المنطقة البرية حقتهم. قلت له هذه المزرعة اللي قدامي هي المزرعة اللي قد وصلت لها المخدرات. قال لي متأكد؟ قلت له متأكد. قال لي طيب ثواني، ويطلع يا جماعة الخير جواله ويحدد الموقع بالضبط عشان يرسله لاخوياه اللي موجودين في المنطقة هذه اللي وصلنا لها. قال لي ابغاك الان يا سالم تخاويني للقسم لان احنا مو مسؤولين اصلا المنطقة هذه، في ناس مسؤولين عنها وما نقدر نتدخل في اعمالهم، ولكن نبغى نطلع للقسم ابغاك تتعاون مع خويي اللي موجود هناك، وتعاونك هذا ترى بعدين راح نصرف لك فيه مكافآت. قلت له ابشر والله الضابط خالد اللي تبغاه انا معك. يقول سالم المهم الضابط خالد ياخذني لين القسم اللي فيه اخوياه. المهم نلبق وننزل يا جماعة الخير لين القسم حقهم. سلام عليكم مرحبا ومسهلا حياكم الله، الضابط سعد موجود هنا؟ قال لي موجود في الدور الثاني. يقول سالم ونطلع لين الدور الثاني وندخل مكتب الضابط سعد، يدقون تحية لبعضهم يسلمون على بعض يا مرحبا ومسهلا. الا شوي الضابط خالد يقول للضابط سعد هذا سالم اللي قلت لك عنه. شوي للضابط سعد مرحبا اهلا سالم كيف حالك طيب وجزاك الله خير والله ان الضابط خالد يمدحك ويقول انك شخص خاطرت بحياتك بس عشان المنطقه اللي انت ساكن فيها. قلت انا خاطرت بحياتي؟ شوي للضابط خالد قال لي اسمع يا سالم ادري انك مستغرب اني قلت له انك انت خاطرت بحياتك، ولكن بسال سؤال بسيط للضابط سعد. يا الضابط سعد بالمداهمات دائما وش يصير؟ الا شوي الضابط سعد يقول في طلق نار وفي ناس بعض الاحيان يموتون، فانا ما ادري كيف ربي كان حاميك لين وصلت هناك. يقول سالم بعد ما سمعت الكلام هذا حسيت بشيء غريب، حسيت بشعور غير طبيعي وحسيت صدق ان ربي حاميني وميسر لي الامور وما ادري وين التوفيق فيه. يقول سكت الا شوي قال لي الضابط سعد اسمع يا سالم ابغاك تنام عندنا وبنعطيك اللي تبغى سكن سياره وش تبغى انت، بس نبغى نطرح الشخص هذا ابغاك عندي اسبوع اسبوعين بس لين نخلص امور الرجال هذا لانه الصدق ما نعرف وش اسمه الحقيقي، ولكن يقولون ان اسمه ابو فالح. قلت له ابد اللي تبغاه ان شاء الله بيصير وما يصير خاطرك الا طيب. يقول سالم انا طلعت من القسم حقهم واطلع الجوال قلت بستاذن من ابوي بقول اني انا مسافر اسبوع باذن الله اسبوع ونص وبرجع. يقول والله واطلع الجوال طيط 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 واتصل على ابوي سلام عليكم كيف حالك يا يبا طيب ان شاء الله يبا انا مسافر اسبوع اسبوع ونص وبرجع. ابوي وين وما ادري ويش وكيف رحت ومن قال لك وليه ما اخذت الاذن مننا وما ادري ايش. قلت له يبا والله السفره ذي صارت طارئه واذا رجعت بعلمك كل شيء، مو ترك يا يبا وقفت عند القسم حق المكافحه خل احد يوديك عشان تاخذ سيارتك من هناك واعذرني يا يبه اني عنيتك. قال لي ابد حفظك ربي وقفل يا جماعه الخير الجوال. الان تواصلي راح يكون مع مين؟ مع الضابط سعد وجايبيني انا في منطقتهم عشان هذا الشخص اللي اسمه ابو فالح ويقولون انه شخص مو طبيعي في ترويج المخدرات عنده اساليب حرفيه مختلفه في التهريب. قلت طيب وش بعد يا الضابط سعد وش اللي تعرف عنه؟ قال ولي اعرف عنه انه مجرم ويقولون انه ذبح ولده فالح. قلت في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله والله لا يجعلنا معاونين للشيطان. المهم قال لي الضابط سعد انه وصل الموقع حق المزرعه اللي انت وصلت فيها ابغى اشكال الناس اللي هناك تتذكرهم؟ قلت لا والله ما اتذكرهم. طويل قال لي اسمع بنطلع انا وانت الان عشان نراقب المزرعه هذه واذا شفت الشخص اللي انت قد وصلت له المخدرات علمني. قلت له ابشر وصدق ياخذني يا جماعه الخير الضابط سعد ونروح لين عند المزرعه ونوقف من بعيد ونصير نراقب المزرعه هذه نبغى نشوف احد طلع او دخل، ولكن يا جماعه الخير مرت الساعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وما في احد طلع من ذيك المزرعه وحسينا اصلا المزرعه هذه ما فيها
احد، راعيها راح وخلاها. قلت للضابط سعد اسمح، في رقم موجود على الجدار صح ولا لا؟ وش رايك ناخذ الرقم هذا ونتصل على راعي المزرعه ذي واساله هل المزرعه للبيع او لا؟ قال لي والله فكره ممتازه، وبرضو اساله من الشخص المستاجر قبل شهر او شهرين اذا علمك شيء زين. قلت له زين زين، وصدق يا جماعه خير، واطلع الجوال واتصل على الرقم اللي موجود على الجدار. طيط طيط طيط، واتصل عليه. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب انت عندك مزرعه للبيع؟ قال لي يا مرحبا ومسهلا، المزرعه اللي تشوفها هذه مزرعه بالاجار السنوي، وراعيها تو مسلمها قبل فتره، ولكن ترى تحتاج شغل بسيط. قلت له من اللي كان ماسكها قبل؟ قال لي ماسكها قبل كانوا شخص يعني غريبين على البلد، مو من نفس البلد نفسه، عباره عن مجموعه من الجنسيات المتفرقه اللي يستخدمون المزرعه هذه في الزراعه، ولكن ترى ارضيتها يعني خصبه وكويسه. قلت له يعني الشخص المستاجر ما هو من اهل البلد؟ قال لي لا، الشخص المستاجر ما هو من اهل البلد، ولكن ايش بغيت فيه؟ يقول سالم ما ادري كيف ربي الهمني، وقلت له ابغى اعرف نوعيه التراب والمواد اللي يحطها على التراب في لحظه الزراعه، وهل السماد اللي استخدمه من اي نوع؟ عندي اسئله كثيره ما يعرفونها الا المزارعين يعني. الا رد الرجال هذا وقال اي والله انك صاد، يحق لك تسال، ولكن والله ما ادري وش استخدم في المزرعه هذه، ولكن اذا بغيتها فاجارها بالمبلغ الفلاني هذا لمده سنه. قلت له ابد، الله يعطيك العافيه. بعدين قال لي اسمع اسمع، ترى اللي استاجرها قبل ترى ما طول فيها، قعد 3 شهور وطلع منها، فانا ما ابغى اغشك، ما ادري هل فيها عيب الارضيه ولا لا. قلت له استاجرها 3 شهور وطلع منها؟ قال لي استاجرها 3 شهور وقال لي خلاص ما صلحت لي، وخذ الفلوس لك ما ابغى منك شيء، ولكن اخاف ان الارضيه او المزرعه فيها شيء. يقول برضو اخاف ان في سوس في الارض حقه المزرعه. قلت له لا لا ابد، الله يعطيك العافيه. المهم وقفل منه وعطاني طرف خيط يا جماعه الخير، الطرف خيط هذا يا جماعه الخير راح يبين لي اشياء كثيره ويخليني اشبك المواضيع مع بعض، واللي اكتشفته ان الناس اللي استاجروا الاستراحه هذه او المزرعه خلصوا امورهم بعدها غيروا الموقع حقهم، لان الرجال يقول ما له الا 3 شهور مستاجر وتوه طالع من المزرعه هذه، فمعناها انه قاعد يضيع الاماكن حقته عشان الحكومه ما تعرف هو وينه بالضبط. شوي قال لي الضابط سعد يا اخي ابو فالح هذا والله العظيم انه خطير، صدق ان لنا فتره قاعدين نطارده. بعدين قلت له دقيقه اسمه ايش؟ ابو فالح. وجاني يا جماعه الخير فلاش باك على فالح اللي كان معنا في المدرسه، ليكون فالح مات، ليكون هذا برضو ابوه. يقول بدت تتشابك معي المواضيع وبديت احس بشعور غريب مره، وبديت احس صدق ان فالح هو ولد ابو فالح هذا اللي قاعد يتكلم عنه. قلت له ضابط سعد ثواني بالله، باذن الله اني راح احل لك هذا الموضوع كامل، ولكن اذا جاء شيء على نفس التفكير اللي انا ابغاه. قال لي وش الموضوع؟ قلت له بعلمك الان. يقول سالم وطلع جوالي واتصل على طول على ابراهيم. ابراهيم سلام عليكم، كيف حالك؟ طيب ابراهيم فالح وش كان اسمه بالضبط؟ ويعطيني اسمه فالح الفلان الفلان الفلاني. قلت له بس يعطيك العافيه. قال لي ليه في شيء؟ قلت له لا لا ما في شيء، الا قلت مادي الشرطي عندي اسم ابغاك تطلع هو حي ولا ميت. قال لي معطيني اسم ومكون من اسم من 3 اسماء واربع اسماء وتبغاني اتاكد هل هو حي ولا ميت؟ كذا الموضوع صعب. يقول سالم قلت له لا لا الموضوع مو صعب، ابغاك الان تخاطب الجهات التعليميه او المبنى المسؤول عن الجهات التعليميه وتعطيه الاسم هذا، وبحدد لك المدرسه اللي كان موجود فيها وقول لهم يطلعون لك الله يسلمك اللي هو الاي دي حقه او الرقم الهويه بالضبط، وتاكد منه هو حي ولا ميت. ناظر فيني الضابط سعد وهو مذهول، قال لي سالم انت من وين قاعد تجيب المعلومات هذه وكيف قاعد تحلل بالسرعه هذه؟ ما شاء الله، الله لا يضرك، والله انها ما طرت على بالي. وصدق يا جماعه خير الا الضابط سعد ويتصل على ناس من المسؤولين في المباني التعليميه هذه او شؤون الطلاب، يقول يعطيه الاسم ويحدد له المدرسه والمنطقه اللي احنا موجودين فيها. شو اللي الضابط سعد قال لي كم التاريخ اللي تخرجت فيه انت؟ واعطيه التاريخ يا جماعه الخير. قال لي ايوه هذا الرقم حقه، وناخذ يا جماعه الخير رقمه او الاي دي حقه او رقم الهويه عشان يدخلونه وين في النظام ويتاكدون هو حي ولا ميت. اذا صار ميت فمعناها ان هذا اسم الشخص اللي هم قاعدين يبحثون عنه، وعلى ان المنطقه يا جماعه الخير منطقتين مختلفه بعيده مره، ولكن المهرب والمروج ما تفرق معاه التفاصيل هذه. يقول فالح اللي يدخلون الرقم في النظام ويطلع لهم يا جماعه الخير ان فالح حي وباقي ما مات. هنا ايقنت يا جماعه الخير وتكسرت مجاديفي ان فالح ما هو ابوه المهرب، ولكن ممكن تشابه الاحداث والتفاصيل خلاني اعتقد ان فالح هو ولد ابو فالح المهرب. شو اللي الضابط سعد قال لي ها وش نسوي الان؟ قلت له والله بشوف، ولكن الان مالنا الا نمشي من عند المزرعه هذه لنراعيها سلمها. قال لي يلا زين، ونطلع يا جماعه الخير من المزرعه هذه ونروح لين القسم. قال لي الضابط سعد اطلع الان ريح، وانا استاجرت لك سياره راح يجيبها الان العامل اللي موجود عندنا، اطلع فيها لين الفندق وريح فيه وموعدنا بكره باذن الله. يقول سالم
والله واطلع واركب السياره وامشي على الطريق. ولكن انا قاعد افكر اقول الحين مسجلين لي فندق ومعطيني سياره وموفرين لي كل هذا، هم مش شايفين فيني؟ يعني انا احس اني شخص غير مميز؟ يعني اللي قاعدين يسوونه لي احسه اوفر، ولكن ما ادري وش الشيء اللي محببهم فيني ومخليهم يتعاملون معاي بالشكل هذا. هم صدق يبغون مهرب موجود عندهم، ولكن انا ماني بذيك الامكانيات اللي موجوده عند المحققين اللي موجودين عندهم. سكت ومشيت الموضوع لين وصلت يا جماعه الخير للمكان المحدد اللي حدد لي اياه الضابط سعد اللي راح انام فيه لين بكره باذن الله واتقابل انا وياه. اول ما صحيت يا جماعه الخير على الساعه 9 الصبح 10 الصبح الا تجيني يا جماعه الخير رساله نصيه مكتوب فيها تم قبولك في الدوره العسكريه. مضمون كلامها ان موعدك بعد 3 ايام راح تسوي الدوره العسكريه، راح تسوي الاختبارات يا جماعه الخير الطبيه المخصصه للعساكر. الصدق اني فرحت فرح مو طبيعي وحسيت ان اول مره يبتسم معي الحظ. اتصلت على الضابط سعد وقلت له انا لازم امشي وارجع. قال لي ليه؟ سلامات وش فيك؟ قلت له ابشرك لي سنتين انتظر القبول هذا والحمد لله انه جاني. قال قبول ايش؟ قلت قبول في العسكريه. قال لي وش القطاع حقك؟ المعلمه يا جماعه الخير القطاع حقي وعلمه كل شيء. قال اسمع ابوي من الرتب العليا اللي موجود عندنا في المنطقه، تبغى اكلمه لك يخلي دورتك تكون عندنا وبعد ما تتخلص تراك تتوظف معنا في مكافحه المخدرات. قلت له والله ودي اتوظف عند اهلي وعند ربعي وعند مكاني اللي انا فيه. قال لي انس اصلا يحطونك في ذاك المكان، راح يحطونك في مكان ثاني بعيد عنك. قلت له اجل يا الضابط سعد اذا كلامك صحيح وفي محله والله كلم لي ابوك خلاص خليه يسنعني واصير اشتغل معكم. قال لي الا افضل خليك تكون معنا شخص عسكري وتابع لدولتنا. قلت له خلاص ابد تواصل مع ابوك. وصدق يا جماعه خير للضابط سعد لحظات ابو 15 دقيقه 20 دقيقه قال لي عطني رقم الطلب حقك واعطيه رقم الطلب. قال لي خلاص راح اكشف وخلص امورك وراح يجيبونك في الدوره عندنا، موعدنا باذن الله بعد ما تخلص الدوره حقتك. طبعا الدوره حقتهم يا جماعه الخير ما يقارب 6 شهور، ويقول سالم برضو حطوني في تخصص المخدرات اللي اختاره لي الضابط سعد. ادرس 6 شهور وبعدها يا جماعه الخير التحق بالعمل حقي. رحت يا جماعه الخير ورجعت لبيتنا وبلغت ابوي بالموضوع اللي صار، اني ايبا جاني قبول عسكري ابشرك وخلاص وما ادري ايش، وكلمت رجال والرجال هذا راح يضبطني، ولكن في منطقه ايبا تبعد 500 600 كيلو عننا. ابوي استانس وهو في حاله حرفيا ثانيه. قال لي خلاص فالك التوفيق وابد، روح وان شاء الله ربي بيسهل لك امورك. المهم اسلم على اهلي كلهم يا جماعه الخير وصرت انتظر اليوم الموعود اللي راح تكون فيه التحاليل هذه. وجاء اليوم الموعود هذا واخلص الامور والكشف الطبي والامور هذه كلها. بعد ما خلصتها طلعت يا جماعه الخير على طول للمنطقه اللي فيها سعد عشان اصير في الدوره اللي موجوده عندهم في المنطقه وادخل معهم يا جماعه الخير الدوره والتحق فيها. وسبحان الله ومرت يا جماعه الخير ما يقارب ال 55 او 60 يوم، مرت حرفيا بشكل سريع وصدق فيها تعب وفيها كرف، ولكن اخيرا حصلت وظيفه ينزل لي فيها راتب وامشي فيها اموري لين اتزوج. المهم يقول سالم يا جماعه الخير بعد ما خلصت الدوره هذه والامور هذه كلها، لحظات اللي تجيني رسائل المباشره المكان اللي راح اداوم فيه هو المكان اللي فيه الضابط سعد، وادخل عليه ذاك اليوم يا جماعه الخير ببدله عسكريه وادق له تحيه، مرحبا اهلا هلا والله كيف حالك طيب امورك زينه؟ قال لي والله يتغير لونك. قلت يا الضابط سعد انت مريت على الامور هذه من قبل واتوقع انك عارفها، ولكن تراني ما نسيت موضوعك، الان حاب اقول لك يا الضابط سعد وش صار على موضوع ابو فالح، مسكتوه ولا لا؟ قال والله العظيم ان ما قدرنا نمسك عليه ولا ممسك، وكل اللي نمسكهم متعاطين يشترون من عنده وبعد ما نحقق معهم يقولون شارين من ابو فالح. واذا الموضوع في يدك يا سالم وتبغى تمسكه والله انك بتسوي خير وبتحل ازمه كبيره علينا. قلت له طيب اسمع يا الضابط سعد، اذا تبغاني امسك الموضوع فرغني من العمل العسكري وخلني اطلع للميدان الخارجي باللبس العادي او لبس المواطنين، يعني من النهايه راح اكون شغال كاني صدق من البحث وراح ابحث عن هذا الموضوع لين باذن الله اطرح لك هذا اللي اسمه ابو فالح. قال لي الضابط سعد جاك ما تمنى، روح يا سالم والله معاك، واذا احتجت اي شيء بس اتصل علي، ولكن قبل ما تطلع مر المكتب اللي تحت خذ بطاقتك العسكريه عشان لو احد استوقفك او قال لك شيء من الجهات الحكوميه اللي انت تعطيه البطاقه هذه. قال لي زين. يقول سالم واطلع تحت ومر على المكتب واعطيه اسمي سالم فلان الفلاني طق 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 ويعطيني اياها، واخذها جماعه خير واحطها بجيبي واطلع من عنده. يقول سالم بعد ما طلعت من الدوره العسكريه وحسيت اني صدق الان في مهمه رسميه، ابغى اركز تركيز كامل على القضايا وابغى امسك المهربين اللي موجودين هناك في المنطقه واقبض عليهم واحد واحد، ودائما يدور في بالي ابو خويي اللي قال لي بما انك انت هدمت حجره ابني جدار للمنطقه اللي انت ساكن فيها.
المهم يا جماعه الخير، حقين الدوره يا جماعه الخير توهم معطيني الفلوس حقتي، معطيني يعني مبلغ دسم شوي. قلت بستاجر لي مكان وحط لي غرفه كذا مقاسها 5×5 6×5، تكون الغرفه هذه لاجمع فيها يا جماعه الخير التفاصيل والادله اللي انا قاعد ابحث عنها. يقول سالم لا لا انا ما عشت شخص عادي، لا الان عشت الان كاني شخص مختلف، وباذن الله اني اطرح المجرمين هذول اللي قاعدين يروجون المخدرات داخل المنطقه. المهم يا جماعة الخير، ضبطت الغرفة حقتي يا جماعة الخير وحطيت فيها جهاز صغير وحطيت فيها بعض النوتات عشان أسجل كل ملاحظاتي. طبعا يا جماعة الخير لا أخفيكم اللي تعلمت أنا في الدورة ترى ضاف علي نقاط كثيرة، لأني يا جماعة الخير علموني أسلوب تهريب المخدرات وكيف التعامل معها والحالات اللي تصير للشخص المتعاطي، أشياء كثيرة تعلمتها. كنت عندهم يا جماعة الخير كل يوم 24 ساعة، يعني أنام وأصحى وأنا في تدريب وتعليم، والصدق طلعوني من شخص عادي إلى شخص محترف في التعامل في المهمات هذه. المهم يا جماعة الخير، أول مهمة حطيتها لي على النوتة حقتي أو الدفتر إني أطرح منه هذا اللي اسمه أبو فالح وحاول أجيب أكبر قدر معلومات ممكنة، والمعلومات هذه لما أجمعها مع بعض راح تعطيني في النهاية نتيجة. قلت الآن من الشخص الوحيد اللي ممكن يقابل أبو فالح بما أنه بياع مخدرات المتعاطي أو المروجين اللي يكونون تحته، فقلت أول مهمة لي لازم أصير كأني أحد المروجين اللي يشترون منه بعض الكميات عشان راح أروجها على أحياء اللي أنا فيها، وهذا هو التصرف الطبيعي لأي شخص شغال حرفيا في مكافحة المخدرات. والله واتصل في ذاك اليوم على الضابط سعد، الضابط سعد الخطة راح تكون كذا 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 كذا. قال لي أبد، وش تبغى أوفر لك؟ قلت له الله يسلمك أبغاك توفر لي فلوس، وأبغاك توفر لي سيارة، وبرضو أبغاك توفر لي الأمان في لحظة الشراء من أبو فالح. اللي شوي قال لي ضابط سعد يعني أنت تعرف منه أبو فالح؟ قلت له لا أنا ما أعرف منه لحد الآن، أنا راح أطلع للشارع وراح أكون علاقات مع الناس لين أحصل من وين يجيبوا المخدرات هذه، ولا تخاف بإذن الله أني بقدر أجمع أكبر معلومات ممكنة. يقول يا جماعة الخير سالم قفلت التليفون من عند الضابط سعد وطلعت مباشرة لأماكن مشبوهة عندنا من الأحياء القديمة، يقول لدرجة أنها قديمة مرة يا شيخ من أول ما تدخلها حرفيا يضرب الرعب في قلبك، مخيفة مخيفة بشكل أنت ما تتوقع. يقول في ذاك اليوم شغلت سيارتي وتوجهت لهذا الحي القديم، يقول وقف سيارتي وصير أنزل على رجولي أتمشى في الأحياء اللي هناك، يقول واطلع يمين واطلع يسار وفرفر في هذه الحارة. الصدق اللي اكتشفته ان الحارة عبارة عن شلليات منتشرة في كل مكان، ناس جالسين في الزاوية هذه وناس جالسين في الزاوية هذه، ويقول هذا طبعا حالة عامة في اي حي قديم موجود في العالم. قلت اول تكنيك راح استخدمه تكنيك السلام المبدئي، امر من عندهم سلام عليكم كيف حالكم طيبين وامشي من عندهم، بس ابغاهم يعرفون وجهي ويستألفوني في نفس المكان اللي انا فيه عشان لو جيت اليوم الثاني او الثالث ما حد يشك في وضعي. يقول سالم وانا ماشي حصلت احد البيوت القديمة مكتوب عليها يا جماعة الخير ان البيت هذا للأجار، قلت هذه فرصة لازم حرفيا استخدمها اني اتصل على راعي البيت واستأجر منه البيت واصير ساكن في الحي القديم هذا مدة 2-3 أسابيع عشان يكون عندي حجة من تواجدي في هذا الحي. وصدق يا جماعة الخير واتصل على راعي البيت واتصل عليه، سلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالك طيب، كم اجار البيت اللي موجود في المنطقة الفلانية هذه؟ المهم عطاني مبلغ اجاره وكان بنظام 6 شهور. قلت له خلاص ابغاه وبستأجره منك. صار الرجال يشتكي يقول ترى دورة المياه خربانة والمطبخ البلاط اللي فيه متكسر والجدار اللي فوق ترى يخر، يعني حاول انك تمشي امورك فيه مثل ما انت عارف، يعني الحي اللي انت رايح فيه حي قديم برضو كل هذه التفاصيل يعني احنا ما نستبعدها. قلت له ابد ابد زين ابغاه. طبعا يا جماعة الخير مهمة سالم ترى هذه مهمة خطيرة، ليه؟ لو دروا الناس ان سالم شغال مع المكافحة وجايب طريقة غير رسمية ممكن هذا الشيء يعرض حياته للخطر، وممكن يتعرض لاي طلق ناري طائش من المجرمين اللي من الممكن يكونون داخل الحي هذا. يقول سالم المهم ضبطت اموري وخدت الشقة هذه وحطيت لي فرشة بسيطة وسرير بسيط مرة، فصرت كل شوي ادخل واطلع ادخل واطلع، مرة جايب كرسي مرة جايب سرير مرة جايب من البقالة اغراض. على هذه الحالة ليه انا قاعد اسوي شيء هذا؟ ابغاهم بس يعرفون ترى سالم ساكن في البيت هذا اللي قدامكم، البيت الطيني القديم هذا. يقول طبعا السيارة ما جبتها عند البيت نهائيا، لان لو شافوا السيارة بيستغربون شوي، يعني مستاجر هنا ومعك سيارة، لا بينت الموضوع اني امشي على رجولي وما عندي سيارة نهائية. يقول مهم تستمر الايام في عندي في البيت يا جماعة خير الشباك عرفتوه، يقول فاتح الشباك انا بس انتظر اني اشم ريحة مشبوهة، وصدق في ذاك اليوم شميت ريحة يا جماعة خير من مواد الممنوعة، مادة ممنوعة تنحط مع التبغ وريحتها اذا انتشرت في المكان تراها ريحة معروفة. فاول ما شميتها عرفت ان الناس الموجودين هنا في منهم ناس تتعاطى، فالان لازم ابين اني صدق شخص راعي الخرابيط هذه والخراب هذا. طبعا المادة هذه يا جماعة خير بعطيكم شرح بسيط، انا
الكلام والله ما ادري ليه ما ابغى اقولها لكم، ولكن هي ماده يا جماعه الخير يحطونها مع الدخان وتكون نفس الصلصال، عرفتوا الصلصال؟ نفسه بالضبط، وان شاء الله انكم ما عرفتوها لاني والله العظيم خايف عليكم. المهم يقول سالم طلعت من عند الباب وناظر يمين لحصل لي اثنين معهم يا جماعه الخير سجاره، ولكن نفس الورق حق السجاره مختلف، ما هو النوع المعتاد اللي يستخدمونه في الدخان اللي موجود في البقاله. اول ما نظروني فزوا شوي وناظر في عيونهم الا عيونهم حمر رايحه فيها، وسلم عليهم كيف حالكم طيبين الا شوي قالوا لي معليش اعذرنا اذا اذيناك ودخلت الريحه عليك. قلت لهم لا لا الا انا جاي ابغى كيف معكم وابغى برضه استخدم الماده اللي معاكم. قالوا لي انت لك فيها؟ قلت يا ابن الحلال لي فيها. يقول واخذ الدخان معهم واسحب اول سحبه. يقول طبعا انا مالي في الدخان، ولكن ايام المراهقه القديمه قد جربت ادخن عند البقاله عند دورات المياه زمان مره، فكنت اعرف وش وضع الدخان بالضبط. يقول المهم عطوني واستخدم الماده هذه، يقول لحظات الا بديت افقد السيطره ولكن قاعده اتمالك نفسي واحس اني في مود ما هو من المود العادي، لا مود شوي مرتفع عن العاده. يقول خلصت بس السجاره ذي معهم، قلت يلا تبغون شيء؟ قالوا لي ابد سلامتك، بس انت شو اسمك؟ قلت لهم انا اسمي طلال، لاني مستحيل يا جماعه خير اعلمهم اسمي. قلت لهم اسمي طلال، انت شو اسمكم؟ يقول لهذا يقول لي اسمه والثاني يقول لي اسمه. قالوا لي ما شاء الله انت ساكن هنا؟ قلت لهم ايه. قال طيب تدري ان البيت هذا مهجور لفتره طويله؟ قلت انا عارف ولكن حدتني الظروف اني اسكن هنا. قلت لهم طيب اسمعوا، ما انكم قاعدين في الشارع ليه ما تدخلون عندي البيت؟ قالوا لي صادق عادي ندخل عندك. قلت يا رجال ادخلوا ما عندي شيء يا رجال، اللي موجود في الغرفه كلها عزبه فرشه بسيطه وفراش حق نوم بس. قالوا لي خلاص تم. المهم جوي جماعه الخير ودخلوا عندي الشخصين هذول، جايبين معهم ادواتهم جايبين معهم كل شيء والمواد الممنوعه حقتهم، وحرفيا ما وقفوا دخان ورا دخان دخان ورا دخان الا بعد جماعه الخير ما قارب ساعتين لثلاث ساعات اطلعوا من عندي وجيههم حرفيا مضروبه. يقول سالم المهم طلعوا من عندي وهم عيونهم حرفيا رايحه، واضح عليهم انه وصلوا اخر مراحل التعاطي. يقولوا طلعوا وراحوا لبيتهم، ولكن انا قاعد افكر لحد الان ان هذه الحركه راح تخليهم يقربون لمي، بعد راح اعرف المتعاطين وراح اعرف كل شيء. طبعا يا جماعه الخير نقطه بسيطه نسيت اذكرها، سبب اختيار سالم لهذا الحي انه خذ نبذه بسيطه من الضابط سعد وقال له ان هذا الحي اكثر حي مسكوا فيه الممنوعات، عشان كذا كان اختياره للحي بعنايه. المهم خلينا نكمل. يقول سالم بالحركه هذه راح اصيد جوهم وراح يجوني كل يوم لين اسالهم واقول من وين تشتروا المواد هذه. وصدق يا جماعه الخير في اليوم الثاني في الليل صاروا ما يستحون، لا 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 يحسبون في ادب وان البيت هذا ممكن في احد، لا طق الباب طقتين مرحبا موجود ما انت موجود، دفوا الباب ودخلوا خلوا المكان مكانه دخلوا. المهم طقوا الباب ذاك اليوم وافتح لهم حياكم الله ويدخلون ويجلسون ويضبطون اغراضهم يضبطون عدتهم يضبطون كل شيء ويصيرون يتعاطون يا جماعه الخير المواد الممنوعه. فقلت انا الوقت المثالي اللي اسالهم السؤال هذا ويجاوبون عليه بنص تعاطيهم. قلت لهم يا اخي منين تجيبون المواد الممنوعه؟ ودي اشتري لي يا اخي. قالوا لي تبغى احنا نجيب لك. قلت له حول هذول لحد الان ما فقدوا عقولهم. قلت لا لا ما ابغاكم انتم تجيبون لي انا ابغى اتعامل معه. قالوا لا تبغى نجيب لك وبناخذ عليك عموله يعني. عرفت انهم قاعدين يدورون المبالغ الماليه من ظهري، ولكن مجبور في البدايه اني اتعامل معهم كذا عشان احببهم فيني واطلع مبلغ. قلت اسمع اشتري لي واشتري لك معك. قال لي صدق؟ قلت صدق يا ابن الحلال اشتري لي واشتري لي معك. قال لي ابشر. وصدق يا جماعه الخير ما قعد ولا 25 دقيقه اللي هو جايني وجايب معاه الطلب حقي. قلت له وين جايب من بيتكم انت؟ قال لي لا من مكان هنا قريب انا اجيب منه. قلت له زين، ولكن جاء في بالي قلت في المره الجايه راح اجيب شخص يراقبه من برا من اول ما يطلع من بيتي واعرف وين يروح ومن وين يجيب الكميه هذه. طبعا يقول سالم انا ليه اقول لكم هذا الكلام كله؟ يقول نظام تجار مخدرات بالاسلوب هذا، الصغير ياخذ من اللي اكبر منه واللي اكبر منه ياخذ من اللي اكبر منه واللي اكبر منه ياخذ من الاكبر منه واللي اكبر منه ياخذ من الكبير البوس حقهم. ما في واحد يعني يستخدم استخدام عادي يروح يشتري من الراس الكبير لو يموت، وانا متاكد ان الراس الكبير اللي موجود في هذه المنطقه هو ابو فالح، لان سعد قد قال لي الكلام هذا قبل. المهم يا جماعه الخير يقول سالم جبت في المره الثانيه شخص يراقبه وين يروح يشتري منه وطلبت منه نفس الطلبيه الاولى، وقال لي ابشر ويطلع من البيت يا جماعه الخير الا خويي برا قاعد يراقب وين يروح، ويحصله يا جماعه الخير يدخل لاحد البيوت تبعد عن البيت حقي ما يقارب 8-9 دقائق ويطلع منها ويعود يرجع لي. عرفت ان البيت هذا في بياع جواه يشتري منه هو هذا الشخص، ولكن الكميات اللي عنده بسيطه. انا همي الان الشخص هذا اللي شرى منه الرجال اللي عندي هو اصلا منين يشتري، يعني البياع البسيط ابغى اعرف من يشتري من البياع الاكبر منه. هذه الحاله لازم اقول لهم ابغى كميات اكبر وش ذي الكميات البسيطه. فقلت لهم اني ابغى كميات اكثر من الكميات اللي انتم قاعدين تجيبونها لي، لاني والله صدق ودي ابيع وامارس البيع هذا في الحي حقنا. قال لي لا مستحيل انك تقدر تبيع هنا، المنطقه هذه حقت فلان. ولكن يا جماعه الخير لحد الان ما قال اسم ابو فالح، فعرفت انه عباره عن عصابه كل واحد ماسك حي ويبيع فيه. قلت لهم منو فلان هذا؟ قال لي فلان هنا موجود عندنا. قلت لهم طيب ابغى اقابله وبشتري منه وببيع برا الحي. قال لي ما تقدر، الاحياء هذه مقسمه وكل واحد شاري حي معين. قلت كيف شاري حي معين؟ قال انت شكلك ما تعرف نظام البيع. قلت لا والله ما اعرف. الله يسلم، شفت الحي اللي انت فيه يجي ب
البياع يشتري من البياع الثاني يقول له الحي هذا لي ما تجي ولا تقربه، يعطيه مبلغ خلاص البياع ذاك يروح ويصير هذا يمارس البيع على المتعاطي اللي موجود في الحي. قلت له اوه في ذمتك الموضوع كذا. يقول سالم انا استغربت، قلت وصلت فيهم للدرجة هذه انهم يشترون احياء عشان المروج الثاني ما يدخل الحي هذا؟ يا ساتر يا الاجرام اللي يتبعونه. المهم واستمر مع الاثنين هذولي يجوني كل فترة للبيت ويصيرون يتعاطون ويطلعون من عندي. يقول بعد مرور اسبوع كامل او اسبوع ونص رحت ابحث عن مادة تنضاف يا جماعة خير المادة الممنوعة اللي يستخدمونها عشان وشو؟ عشان تخليهم في حالة فرح. بالحالة الفرح هذه الوهمية اللي قاعدين يحسون فيها وش يصير فيهم؟ يصير يكبون السبحة عندي واصير اعرف من البيج بوس اللي موجود هنا. وصدق وحصلت مادة زي كذا ووظفتها يا جماعة الخير على الكمية اللي كانت عندي. وجوني في ذاك اليوم وضبطوا يا جماعة الخير الدخان حقهم والسجاير حقتهم وشغلوها، وانا انتظر اللحظة اللي عقلهم يفقد اصلا. وجت هذه اللحظة يوم شفت ضحكهم قاعد يتكرر. قلت لهم يا اخي من البياع اللي موجود هنا في الحي؟ قالوا لي البقالة. قلت وش البقالة؟ قال بقالة. قال ما تعرف البقالة؟ ويضحكوا خويه. قلت وش ذا اسمه بقالة اللي يبيع؟ قال وش وضعه؟ قال لا بقالة بقالة. البقالة هذه يا اخي ما تعرف بقالة. المهم جننوا فيني وتحسفت اني اعطيتهم هذه المادة، ولكن الان لازم اخفف من تواجدهم عشان ما يكونون عندي خلاص. ابغى اصير ابحث في اماكن ثانية، ولكن ابغى اعرف قبل ما يروحون البقالة هذه وش. قلت خلني اروح اول شيء البقالة هذه اللي قاعد يشر عليها وابغى اعرف وش الموضوع، ولكن تواجدي عند البقالة راح يسبب ربكة. فهذه تحتاج مهمة شخص صغير في العمر يصير يتصيد الكلام اللي موجود عند البقالة. وصدق يا الربع رحت كلمت جماعة خير ولد عمي، قلت له ابغى ولدك في مهمة وزي كذا وتكفى. المهم مع عمليات الاقناع وافق، وقلت له ترى الموضوع مو بخطير بس بحطه عند البقالة يسمع بس الكلام اللي قاعد يمشي عند البقالة. والولد ذاك يا جماعة الخير كان بعمر 16 او 17 سنة. مسكته قلت له اسمع ابغاك تسمع اي كلمة غريبة موجودة عند البقالة تقول لي، وابغاك تراقب المكان وانا راح اكون في البيت اللي موجود داخل الحي، اذا صدت اي معلومة تعال. وصدق يا جماعة الخير وحط ولد اخوي هناك، وبالاخص زرعت ولد اخوي هناك وخليته يتسمع الكلام اللي يجي هناك وابغى اعرف وش سالفة البقالة هذه اللي يتكلمون عنها. المهم انتظرت ساعة او ساعتين اللي يجيني يا جماعة الخير ولد عمي يطق على الباب ويدخل، كيف حالك سالم طيب؟ انا سمعت شيء ولكن غريب الشيء ذا. قلت له وشو؟ قال سمعت شخص دخل للبقالة وقال له عطني البيبسي ابو 1000، وشدني الموضوع هذا وناظرت وصدق لاحظت انه هو قاعد يحاسبه بمبلغ 1000، يعني اعطاه 1000 يا جماعة الخير من العملة حقتهم. ويقولوا بعده طلع. قلت له بس اكيد ان المادة الممنوعة هذه يزبلونها يا جماعة الخير في علبة البيبسي ابو 1000. المهم بعد ما سمعت الكلام هذا قلت بعدها بنص ساعة بطلع وبجيب معي 1000 وبدخل البقالة. وصدق يا جماعة الخير دخلت الا في عامل موجود جوا، قلت له عطني البيبسي ابو 1000. ناظر فيني كذا ويعود يناظر فيني من جديد ويناظر على الشارع يا جماعة الخير، ويروح صدق يا جماعة الخير للثلاجة حقت البيبسي ويسحب بيبسي ويجيبه عنده ويلزق يا جماعة الخير المادة من تحت العلبة في البيبسي. تذكروا يوم قلت لكم ان المادة هذه قريبة للصلصال؟ عادي تتشكل فخذاها ولزقها تحت يا جماعة الخير وقال خذ. يعني هذه الطريقة اللي يستخدمها البياع في ترويج المخدرات داخل الحي، ولكن من صاحب البقالة هذه ومن راعيها اللي قاعد يجبر الشخص اللي يشتغل جوا انه يبيع المواد الممنوعة؟ الان انا عرفت الطريقة الذكية اللي قاعد يستخدمها لبيع المخدرات، ولكن الان ابغى اعرف منه راعي صاحب هذه البقالة. المهم واتصل على الضابط سعد، سلام عليكم. عليكم السلام، ابشرك عندي اخبار جديدة، بعطيك الان بقالة او سوبر ماركت موجودة في احد الاحياء القديمة في الزاوية الفلانية هذه باسم هذا، طلع لي من راعي البقالة هذه. يقول ابشر. وصدق يا جماعة خير طلعت من الحي هذا في اللحظة اللي كلمت فيها الضابط سعد برجع البيت القديم وغرفتي لين يرد علي الضابط سعد. اول ما وصلت هناك اللي يتصل علي الضابط سعد، سلام عليكم سالم، راعي البقالة ترى اسمه الفلان الفلاني. قلت له وين شغال فيه؟ بحثنا عنه، صار يا جماعة الخير شغال في احد المناطق المخصصة للاتصالات. قلنا له طيب هل عليه سوابق؟ قد امسك؟ قد سجل عليه تعاطي؟ قد قد قد. قال لي المشكلة انه ما تسجل عليه ولا تهمة وسجله نظيف حرفيا، لا مخالفات مرورية ولا مخالفات قضائية ولا مخالفات جنائية، كل شيء عنده سجله نظيف مرة. يقول سالم هنا عرف ان الرجال هذا ما يدري عن الشيء اللي قاعد يصير في بقالته، وفي شخص اكيد قاعد يستخدم العامل اللي جوا في البيع والشراء. في هذه الحالة لازم ندخل ونقبض على العامل اللي يشتغل جوا ونحقق معه. وصدق يا جماعة الخير وانسق مع الجهات الامنية ونتجهز ذاك اليوم يا جماعة الخير، وصرت انا يا جماعة الخير اللي راح يثبت على الشخص اللي جوا انه بيع مخدرات. طبعا الاسلوب اللي راح نستخدمه اللي هو عن طريق الفلوس المرقمة، راح تكون معي فلوس مرقمة من جهة حكومية، ادخل البقالة اشتري منهم البضاعة هذه البسيطة وعود اطلع من عندهم. هذه اللحظة انا اكدت انه استلم فلوس مرقمة من جهة حكومية، يدخلون ويداهمونه ويمسكونه هو بالفلوس يودونه للسجن. وصدق يا جماعة الخير سوينا الخطة هذه على السريع، ودخلوا وداهموه وقفلوا البقالة وشالوه في لحظة بسيطة يا رجال، ما جت ولا دقيقتين ولقطناه وديناه على طول مباشرة لقسم التحقيقات. انا وصلت هناك طبعا انا ما ركبت معاه في السيارة، للعسكري يقول لي ترى من اليوم يقول انا مالي دخل، انا مالي دخل. طبعا انا ماني من الرتبة العليا ولاني محقق.
المهم يا جماعة الخير كلمت الضباط الموجودين ودخلت عليه. أول ما شافني غيرت ملامح وجهه بالكامل. يالو أنت اللي جيتني قبل، والله إني كنت حاس، وكان وجهك أصلا جديد في الحي. على طول مباشرة ذكرت له يا جماعة الخير أسماء الناس اللي يتعاطون في الحي. قلت له ترى أنا أعرف المجموعة كاملة الموجودة، فأفضل لك اعترف وعلمنا من الراس الكبير اللي قاعد يوزع لك، وراح نخفف عقوبتك إنك شخص تعاونت معنا. اللي الضابط اللي جنبي يا جماعة الخير قال له اسمع لك 10 دقائق فكر فيها إيه أو لا عشان خلص أمورك ونوديك على طول للسجن. ما مرت يا جماعة الخير إلا 4 دقائق 5 دقائق إلا هو صار ينادي يا عسكري يا عسكري. المهم دخلنا عليه اللي يقول أنا راح أتعاون معكم، ولكن الشخص اللي راح تواجهونه شخص ترى كبير ويعرف ناس موجودين هنا في الدولة. قلت له طيب كيف يشتغل وش وضعه وش أسلوبه؟ ولكن أنا ما أعرفه بالضبط، في ناس بيني وبينه يوصلون البضاعة، ولكن اللي سمعته إن الشخص هذا يبيع الله يسلمكم المواد المخدرة داخل الصناعية. كيف داخل الصناعية وأسلوبه كيف؟ قال والله ما عندي علم، ولكن قد سمعت خبر زمان إنه يبيع المخدرات داخل الصناعية. اللي هي وش يا جماعة خير الصناعية؟ اللي فيها الميكانيكيين وحقين الورشات اللي موجودة للسيارات. قلت له خلاص زين، تراك ما فتنا بالشكل الكامل، ولكن راح نتساهل معه. المهم خذوا يا جماعة الخير العسكر أخويانا وطلعت من عنده، وركب سيارتي وأشغل السيارة وأطلع يا جماعة الخير متوجه للبيت. في ذيك اللحظة جاني اتصالين، اتصال من الضابط سعد واتصال من خويي القديم إبراهيم. ولكن في بداية الموضوع أكيد راح أرد على الضابط سعد اللي يكلمني مرحبا سالم كيف حالك طيب؟ سالم أتوقع الضباط اللي حوالينا بدت تجيهم الغيرة منك، يقولون كيف فرد يكون متمكن فوق الضباط، ونبغى القبض اللي قاعد يصير يكون باسمنا ما يكون باسم سالم. ترى قاعد أسمعهم يتداولون هذه الأحاديث. قلت له طيب الضابط سعد وش أسوي الآن؟ قال والله يسوي اللي تبغاه، ولكن كن حذر منهم وبرضه من المجرمين لأنهم في أي لحظة ممكن يوهقونك في شغلة أنت في غنى عنها. قلت خلاص يا الضابط سعد وإن شاء الله الأمور تمام، وقفل منه جماعة الخير واتصل مباشرة على خوي إبراهيم. إبراهيم يقول لي كيف حالك سالم أمورك زينة؟ شفت فالح اللي ذاك اليوم تسأل عنه؟ قلت له أيوه. قال تدري إني قابلته قبل أمس وخذيت رقمه؟ قلت له اسمع إبراهيم ضبط معاه عشاء في الاستراحة عندكم وبجيكم في نهاية الأسبوع. قال لي ليه أنت تبغى منه شيء؟ قلت له لا بس أبغى استفسر. وصدق يا جماعة الخير أنا وش أبغى من فالح بالضبط؟ أبغى يا جماعة الخير من فالح أسأله هل هو اشتغل في بيع المخدرات ولا لا؟ وإذا هو ما اشتغل ولا يبغى يشتغل في الشغلة هذه ممكن يعلمني الناس اللي تمارس عملية البيع والترويج في المنطقة اللي هم ساكنين فيها. المهم رجعت يا جماعة الخير لمنطقة سكني، عندي الآن 5 أيام أبحث فيها في الورش اللي موجودة في المناطق الصناعية وأشوف إيش وضعه، هل في شخص تحركاته غريبة أو لا. ولكن أفضل حل لهذه الحالة اتصلت على الناس المسؤولين يا جماعة الخير بتوفير الملابس مختلفة الجنسيات. يقول لبست لي لبس كذا بسيط وجبت لي الدباب، عرفتوا الدباب الصغير هذا أبو كفرين؟ يقول المهم غيرت هويتي بالكامل ولبست ملابس للجنسيات دائما تعمل في الصناعية. ولكن أنا يا جماعة الخير ما أدري متى الوقت اللي يصير فيه العمليات هذه كلها، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، ما عندي علم نهائيا. المهم يا جماعة الخير صرت أدور بين الورش بالدباب حقي، يقول شاطفهم يمين رايح يسار، قاعد أراقب الأماكن كلها وأمر بعض الأحيان ظهر صبح عصر مغرب عشاء. يقول ذاك اليوم مخلي لي كل فترة زمنية مخلي لي فيها نص ساعة أمر فيها على الصناعية وأشوف اللي موجود فيها وعود أطلع. يقول سالم استمريت ما يقارب 3 أيام، اليوم الرابع يا جماعة الخير كنت واقف يا جماعة الخير عند محل أبغى أفطر، والمحل هذا موجود في الصناعية. دخلت طلبت الفطور حقي وطلبت لي شاي حليب وحطيته على الطاولة وانتظر يا جماعة الخير أكلي يجهز. يقول وأنا قاعد أفطر في 2 جنبي قاعد أسمع الأول يقول للثاني الآن نروح المنير بس يربط لنا الأرضيات وبعدها نمشي. الموضوع ما جذبني الصدق، ولكن يا جماعة الخير وأنا طالع من البوفية هذه وجلست على الدباب حقي، الشخص اللي يقول نربط الأرضيات معاي يا جماعة الخير جيب جديد بموديل السنة، وتذكرت حركاته ويوم كانوا يعطوني الجيب عشان أوصل من مكان لمكان وبعدها يسلموني إياه. قلت الحين هذا جيب جديد بموديل السنة ويحتاج صيانة أو تربيط، أكيد الموضوع فيه إنه وأكيد فيه تريك في الحركة هذه. يقول المهم دق ري وصراع الجيب وتقدم. يقول سالم وأنا ملحم وراه بالدباب يلف يمين ألف يمين يلف يسار أطلع يسار لين يا جماعة الخير وصل الورشة ودخل الجيب فيها. يقول ولكن الورشة كانت مقفل بابها وفي سيارات واقفة برا كثيرة. جاء صاحب الورشة فتح الباب وخر السيارة دخل راعي الجيب جوا وقفل الباب. قلت بس أكيد إن هذه الورشة المسؤولة عن تحميل المخدرات من الصناعية. طبعا يا جماعة الخير الورش في الصناعية كل ورشة وورشة يفصل بينهم جدار حجري، ولكن تقدر تطل من فوقه وتشوف الورشة الثانية. وادخل يا جماعة الخير على الورشة اللي جنبها اللي يقابلوني بعض العمالة الموجودين. قلت لهم اسكتوا وأسحب الكرت ووريهم إياه. قالوا لي خلاص رح رح. واحد من العمالة هذول راح يقفل الباب حق الورشة من برا عشان ما حد يشوفني. واطلع يا جماعة الخير على العدة وعلى القطع الميكانيكية الموجودة على الجدار وأصير أناظر من فوق وأشوف أهم وش يبغون يسوون بالضبط. إلا أشوف الجيب وقف على نفس الرافعة الأوتوماتيكية يا جماعة
الخير ورفعت الرافعة فوق واشوفهم رايحين لمجهة التانكي حق البنزين. قلت بما انهم رايحين للتانكي حق البنزين وذاك يقول انه تربيط وهو كذاب، فاكيد انهم بيفكون التانكي الان وبيحطون فوقها الله يسلمكم المواد الممنوعة ويعزلونها وبعد يركبون التانكي من جديد. نزلت من عندهم يا جماعة الخير وركبت الدباب حقي يقول وانطلق لين السيارة حقتي، واتصل على طول على الضابط سعد. قلت له سعد اتوقع اني حصلت الورشة ولكن احتاج اتأكد اكثر، ابغاكم طريقتكم تتأكدون من الورشة هذه. قال له الضابط سعد ابشر. وصدق يا جماعة الخير ابو 20 30 دقيقة الا الضابط سعد يتصل علي، سالم الورشة هذه ما لها عمليات بيع وشراء، تأكدت الحكومة يا جماعة الخير الورشة هذه ما هي قاعدة تدخل فلوس ولا تطلع فلوس، عرفوا ان الوضع الان انه مشكوك وان هذه الورشة هي الورشة المسؤولة عن نقل المخدرات. يقول سالم كيف راح نطرحهم؟ راح ننتظر شخص يدخل جوا الورشة ويحمل مخدرات جوا سيارته ونمسكهم في اللحظة اللي هم قاعدين يحملون فيها المخدرات. وصدق يا جماعة الخير الان سلمت المهمة لسعد يراقب الموضوع كامل وينتظر احد يدخل ورشة هذه عشان يقبضون عليها. قلت للضابط سعد انا بطلع لمنطقتي بقابل شخص عزيز علي وقديم، استأذنك في عملية القبض هذه ولكن اذا صار اي شيء تواصل معي. صارت يا جماعة الخير الجهات الحكومية تمارس عملها، بما اني انا شخص ماني باللبس العسكري فما اقدر اداهم معهم، خليت المهمة هذه عليهم كاملة وطلعت يا جماعة الخير منطقتي القديمة عشان اقابل ابراهيم وفالح. المهم يا جماعة الخير يقول سالم والله وارجع لين الديرة اللي كنت ساكن فيها وقابل خويي ابراهيم واسأله عن فالح. قلت له وش صار عليه، هل نسقت معاه او لا؟ قال لي باذن الله بكرة راح يتغدى معنا وقال لي ان الليل هو راح يكون مشغول. قلت له خلاص زين اجل على موعدنا بكرة، واطلع ذاك اليوم واروح لبيتنا واسلم على امي وعلى ابوي واحط راسي وانام وانتظر اليوم الموعود اللي اتفقت فيه مع ابراهيم ان احنا نقابل فالح في لحظة الغداء. وصدق في الوقت اللي اتفقنا عليه اتصل علي ابراهيم، سالم وينك فيه؟ قلت له انا موجود في البيت. قال لي الان راح امرك لا تجيني. قلت له خلاص في انتظارك. لحظات يا جماعه الخير لابراهيم موجود تحت واركب معاه السياره. قال اتفقت انا وفالح ان نتغدى في احد المطاعم الموجوده عندنا. قلت له يلا مشينا. المهم وصلنا المطعم ونزلنا وقابل ذاك الشخص اللي تغير حرفيا 180 درجه، شخص ملتحي وجهه صار مريح. قلت في نفسي هذا الشخص اللي كان يقول قبل يا استاذ حمله تهريب مخدرات واحده وخلاص. المهم سلمت عليه يا مرحبا وما سالك كيف حالك فالح امورك زينه؟ قال والله الحمد لله بخير. مع العلم يا جماعة الخير ترى فالح أكبر من سالم بكثير بسنتين أو 3 سنوات. المهم أننا نتغدى قلت الفالح تتذكر ذيك الأيام يوم تنط وتشوثني مع ظهري وجهي يصمخ في العارضة؟ إلا فالح يقول والله يا سالم اعذرني ذيك الأيام كانت فترة مراهقة والناس اللي كانوا حولي حرفيا كانوا ناس سيئين وكانوا يشجعوني على الخراب. شوي إلا قال يا رجع خلها برضو مستورة مدري ألقاها من أخوياي في المدرسة ولا من بيتنا. قلت له سلامات يا فالح ليه وش صاير؟ قال لي سالفتي طويلة وما ينفع والله أقولها لكم خلوها مستورة. المهم تغدينا وإحنا طالعين سألت فالح قلت له فالح الآن وين شغال فيه أنت ما شاء الله؟ قال والله إني شغال حارس أمن في أحد المناطق اللي قيد الإنشاء والحمد لله تراني تزوجت وبرضو جاني ولد والله يصلح يا رب ويخليه لي. شوي سألني قال لي أنت وين شغال فيه؟ قلت له والله يا فالح أنا شغال في منطقة عسكرية وشغال في جهة معينة وتحت إشراف الدولة. قال لي وين بالضبط وما أدري إيش صار يا جماعة الخير يبغى يعرف أنا وين شغال فيه. قلت له يا فالح أنت شخص عزيز علي وغالي. انا شغال يا فالح في مكافحة المخدرات. يوم قلت له مكافحة المخدرات الا وجهه تغير شوي وحسيت في نظراته حرفيا نظرات تساؤل. هنا ايقنت ان فيه سر ورا فالح مخبيه. شوي قال لي اوه ما شاء الله مكافحة المخدرات وانت يا ابراهيم؟ قال ابراهيم انا لحد الان باقي لي اخر ترم واتخرج. شوي قال فالكم التوفيق ولكن يا سالم ابغى رقم جوالك شوي اذا تسمح. فقلت زين انها جت من عنده لاني انا صدق ابغى فاتحه بموضوع ابوه او احد الناس اللي يقربون له. اعطيته رقم جوالي قال بتصل عليك باذن الله اليوم. المهم جلست مع ابراهيم شوي وصرينا يا جماعه الخير. بعدها بساعه ونص او ساعتين ارسل لي رساله، سالم انت فاضي؟ انا فالح خويك اللي تو تقابلنا. قلت له إيه نعم فاضي. شوي يا جماعة خير ويدق علي قال كيف حالك سالم طيب؟ قلت له والله بخير. قال اسمع أنا أبغى أساعدك في شغلة، بما أنك أنت في المكافحة ممكن أنت تنقذني. أنا لي فترة طويلة في ناس قاعدين يهددوني وبرضو قاعدين يهددوني بولدي. هذا الموضوع مفروض ما اقوله لك ولكن يا سالم بما انك شغال في المخدرات ممكن تقدر تفيدني. يقول سالم في البداية قلت بس شكل ابوه هو تاجر المخدرات ولكن جاء الوقت اللي يقول لي فيه. قال لي اسمع يا سالم انا قبل كنت اتعاطى المخدرات، لحظة تعاطيه تسلفت من شخص بضاعة بمبلغ 30,000 والفترة هذه صاير يهددني بالمبلغ هذا. قلت طيب هو لحد الان يمارس عملية البيع؟ قال لحد الان يمارس عملية البيع ولكن يا سالم صار يهددني بولدي ويهددني انه يقتل زوجتي، يقول اذوني بشكل غير طبيعي. تكفى يا
سالم شوف للموضوع هذا حل. قلت له خلاص راح اكلم لك اجل ضابط خالد اللي موجود في هذا المنطقه ونسق انت وياه وباذن الله امورك زينه. بعدين قلت له اسمع فالح، تعرف واحد اسمه ابو فالح بياع مخدرات؟ مقصدي من السؤال هذا ابغى اشوف هل ابوه هو البياع ولا لا. رد علي فالح يا جماعه الخير وقال لا والله يا سالم ما اعرف احد اسمه ابو فالح بياع مخدرات. يقول سالم قلت له خلاص اوكي اجل اسمع برسلك رقم الضابط خالد وهو بينسق معاك عشان تخلصون موضوعكم بالكامل. رحت من عنده يا جماعه الخير واركب السياره واتوجه لمنطقه عملي ابغى اشوف الضابط سعد وش سوى، هل الضابط سعد قبضوا على هذوليك ولا وش صار بالضبط، وابغى الشخص اللي مسكوه هل هو ابدا باعترافاته او لا. وصدق يا جماعه الخير رحت لين المركز المخصص لمكافحه المخدرات واسال الضابط سعد، قلت له ها بشر هل الرجال اللي مسكناه وقبضنا عليه اعترف؟ قال والله يا سالم الرجال اللي قبضنا عليه رافض ان يعترف تماما. طيب وش الحل وش نسوي؟ قال والله المحققين قاعدين يحاولون فيه مو راضي يتكلم ويقول ودوني السجن مستحيل اعترف، لو اعترف حياتي حرفيا راح تنتهي مع عيالي، عشان كذا ما ابغى اقول لكم اي شيء، ودوني للسجن خلوني اخذ عقوبتي. هنا يا جماعه الخير بدت تتقفل الامور في وجهي وحسيت ان ما في امل نقبض على هذا اللي اسمه ابو فالح، وحسيت انه شخص خطير بشكل احنا ما نتوقع. المهم مرت يا جماعه الخير الاسابيع اسبوع ورا اسبوع، مرت فتره طويله وابو فالح ذا يا جماعة الخير ما قدرنا نقبض عليه، ومر ما يقارب 7 شهور وانا في هذه الحالة بين بحث وبين تحري وتقصي المواضيع ما لقينا له حرفيا اي ممسك. جينا يمين جينا يسار حسينا ان ابو فالح هذا عبارة مو عن انسان، لا عبارة عن شبح مو طبيعي اللي قاعد يسويه فينا. الا في ذاك اليوم يا جماعة الخير جاني اتصال، سلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا سالم؟ طيب ان شاء الله. سالم احنا اخترناك ونبغاك تدخل معنا في مهمة. قلت وش المهمة هذه؟ قال راح اعلمك كل شيء اذا جيتنا، تعالنا المركز حقنا وباذن الله خير. طبعا المكان حقهم يا جماعة الخير عبارة عن الادارة الكاملة، مبنى كبير وموزع بشكل حرفيا اسطوري. يقول سالم وصلت هناك ووقفت سيارتي ودخلت عليهم، وين الفلان الفلاني؟ قالوا لي هناك، وتوجه له قال لي اهلا يا سالم كيف حالك طيب؟ قال تفضل غرفة الاجتماع. وادخل يا جماعة الخير غرفة الاجتماعات اللي احصل ما يقارب 7 ضباط وحوالي 5 من الافراد. قال لي اجلس تفضل. جلست معهم، سلام عليكم كيف حالك سالم اخبارك؟ ما قصرت في الفترة اللي فاتت، 6 شهور اللي فاتت الناس قاعدة تمدح وما ادري ايش، المهم الله يعطيكم العافية وما قصرتوا على هذه الحالة. شوي قالوا لي يا سالم ان اليوم مجتمعين نبغى نقبض على ابو فالح، ابو فالح هذا بهذلنا بشكل غير طبيعي، وجانا طرف علم قبل ما يقارب 6 ايام ان ابو فالح عنده حملة تهريب من مكان الى مكان، وحملة التهريب هذه قدرنا نقبض على 3، وكنا اصلا متعمدين ان احنا ما نطلق عليهم ولا نؤذيهم. يقول خذناهم وعرضناهم للتحقيق وجاء واحد منهم واعترف اعتراف بسيط وقال لنا ان ابو فالح متواجد في احد المناطق البريه، والمناطق البريه حرفيا اللي ما تحصل فيها ولا انسان، وبسبب خلو ذيك المنطقه فاكيد المهربين اللي يدخلون عليه لذيك المنطقه ما راح تكون في تفتيشات امنيه لان هناك ما في بشر نهائيا الا بنسبه قليله مره. يقول سالم قلت لهم طيب يعني وش تبغون اسوي؟ وش الخطأ؟ وش الموضوع؟ علموني ليه هذا الاجتماع كله. قالوا لي اسمع يا سالم ان تشاورنا وسالنا الضباط وسالنا اللي موجودين في الاقسام وقالوا لنا اشطر واحد موجود في القسم حقنا سالم جاء فتره وجيزه وقدر يطرح 2 من المروجين الحاله، وهذا الشيء اذا اثبت فاثبت كفاءتك يا سالم. سالم الان نبغى نوظفك يا سالم كانك شخص من المهربين، نبغاك تتقرب لابو فالح اكثر واكثر، وراح نوفر لك الامان في اي لحظه انت تبغاها. يقول سالم قلت لهم الشيء اللي طالبينه مني هذا امر عسكري ولا تفضل مني اسويه؟ قالوا لي والله يا سالم ما نقدر نغصبك على اشياء مثل هذه، هذه اشياء انت مخير اذا تبغى تسويها فابد حياك الله وراح تزيد الشرف شرف. يقول سالم قلت لهم اصبروا اعطوني فتره افكر فيها وبعد ان شاء الله برد لكم، ولكن قبل ما اروح افكر هل انتم تعرفون مكانه بالتحديد في البر؟ الا في احد الضباط قال لي فكروا تعال يا سالم وباذن الله بنعلمك كل شيء. يقول سالم طلعت من عندهم وانا قاعد افكر اقول ذولي يبغون يذبحوني مدخليني في نص بر، والبر ذاك عرفه بر مخيف لابعد درجه، يا رجل انا متأكد ان ذاك البر يسكنون الجن ما يسكنون الانس. ابو فالح موجود في ذيك المنطقه يا اخي مستحيل، وبعدين اكيد هذا اللي قبضوا عليه اكيد انه يبغى يلعب عليهم ويبعد النظر عن ابو فالح هذا بنفسه. فقلت من اكلم، الضابط سعد ولا الضابط خالد ولا مين اكلم؟ المهم احترت في من اتصل عليه، والصدق ما ودي اخذ الاذن من الضابط سعد ولا الضابط خالد. هذه اداره عليا تواصلت معاك قالت خلاص احنا اخترناك لانك انت اصلا شخص كفو، خلني استخير واركز بيني وبين نفسي وباذن الله راح ارد لهم. يقول سالم وارجع الشقه حقتي واجلس فيها قاعد افكر
أروح ولا ما أروح؟ ولكن يا جماعة الخير تذكرت كلام أبو خوي يوم قال يا سالم بما أنك هدمت حجرة ابني جدار المكان اللي أنت ساكن فيه. قلت أوكل أمري على ربي وأتوكل عليه وأمشي. وصدق يا جماعة الخير اتصلت على الشخص اللي اتصل علي مرحبا ومسهلا أنا جاهز للمهمة حقتكم. قال خلاص تعال المركز عشان نعلمك كل شيء. وصدق يا جماعة الخير وأطلع للمركز وقابل الضباط والأفراد من جديد. قالوا لي سالم ركز معنا ركز معنا تكفى وعطنا التركيز الكامل. سالم ترى أي غلط راح تغلطه ترى راح تروح حياتك. تراك أنت قاعد تتعامل مع مهربين. اللي أبغى منك يا سالم إنك تعيش كأنك مهرب ولا تصير إنساني نهائيا وخلك بحالة إجرامية بشكل دائم. والشيء هذا وش بيسوي؟ راح الله يسلمك يا سالم يرفع ثقتك قدام أبو فالح. وأبغاك تتعرف على وجه أبو فالح ونبغى نعرف هو مين عشان نقدر نوصل له. المهم يا جماعة الخير قلت لهم أبد اللي تبغونه راح يصير ولكن وين مكانه فيه؟ قالوا لي مكانه يبعد من عندنا ما يقارب 380 كيلو. نبغاك الآن يا سالم تستخدم السيارة هذه وعطوني مفتاح سيارة. قال السيارة هذه مخصصة للطرق الوعرة وفيها بنزين وفيها كل شيء. نبغاك تطلع ذيك المنطقة وتبحث عنه. قلت طيب أنتوا تعرفون مكانه بالتحديد؟ قالوا إحنا جبنا مكانه حرفيا مو بالتحديد ولكن بالتوقعات يعني من وصف الرجال اللي قاعد يتكلم لنا عنه. طيب هل هو صدق قابل أبو فالح؟ يقول لا ولكن تراه موجود في ذيك المنطقة. قلت له زين زين. وصدق يا جماعة الخير وأخذ الموتر اللي عطوني إياه وأطلع من عندهم وأروح لبيتي بس بأخذ لي بعض الأغراض وأطلع فيها. طبعا معطيني جهاز يا جماعة الخير شغال عن طريق الأقمار الصناعية يحدد لي الموقع وتوقع اللي يطلعون للبران يعرفونه. المهم وأطلع لين المنطقة الصحراوية هذه يا جماعة الخير وأتمشى فيها بالسيارة وأنا محدد الموقع حقه أبغى أعرف وين مكان أبو فالح بالضبط. يقول سالم وأطلع يمين وأطلع يسار وأرقى ذيك البران وأنزل. بعدها لاحظت صدق بعد ما قطعت يمكن 100 كيلو لاحظت في طريق ما هو معبد يعني بشكل كامل ولكن كان منثور عليه البحص. عرفتوا يا جماعة الخير الحصى الصغير؟ إذا حصلتها هذه في الطريق ومرتبة بشكل كويس معناه هذا الطريق فيه شخص مرتب له المسار هذا. المهم امشي معايا يا جماعة الخير لين حصلت بيوت طين قديمة. ورا البيوت هذه الطين القديمة يا جماعة الخير لقيت مبنى مبني عن طريق الاسمنت وبطريقة يعني شوي أحدث من المباني الطينية. قلت بس هذه المنطقة اللي سكنها أبو فالح. لفيت من عندها وادخل ما حصلت أحد موجود. ولبق يا جماعة الخير عند المبنى هذا واقعد فيه. قلت ما راح انزل ولا راح ادخل البيوت الطينية نهائيا لين باذن الله يجيني هذا الاسم ابو فالح. بعدين قلت لنفسي يعني هو موجود في المنطقة هذه والحكومة خايفة تيجي هنا ليه؟ الموضوع يعني فيه شوي لبس. المهم انتظرت يا جماعة الخير ما يقارب 10 دقائق الى يمكن 15 دقيقة الا واحد جنبي طاق 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 اناظر يسار يا جماعة الخير الا الرجال معاه سلاح وناظر فيه. قلت هلا والله ونزل قزازة. قال ايش عندك هنا؟ حط سلاح يا جماعة الخير علي. قلت له اسال عن واحد اسمه ابو فالح. قال ايش تبغى بابو فالح؟ قلت له جاي ابغى اشتغل معاه. قال لي من قال لك ان ابو فالح موجود هنا؟ انت صادق ان ابو فالح يشتغل في المناطق هذه؟ بعدين قال لي من قال لك ان ابو فالح موجود هنا؟ قلت له جاني علم جاني علم وجيت انا اتاكد لاني ابغى اشتغل معه. ابو فالح موجود هنا ولا مشيت؟ قال لي انزل انزل انزل. بينزلني يا جماعه الخير من السياره وبرضه مؤشر علي بالسلاح. قال لي اسمع اتوقع انكم قبضتوا على واحد من اخوياي عشان كذا ارسلك هنا. قلت له يعني شلون؟ كيف قبضنا على واحد من اخوياك؟ قال الله يسلمك انا واخوياي متفقين على هذا الفخ. هنا يا جماعه الخير عرفت اني كلت حرفيا مقلب ما هو مقلب طبيعي. عرفت ليه ذاك الشخص وصف لنا هذا المكان وقال ان هذا المكان مكان ابو فالح؟ هو بالاساس لا مو مكان ابو فالح، هو بالاساس عشان يعلم اخويا ابو فالح انه تم القبض عليه. هنا يا جماعه الخير حسيت بخطوره الموقف وحسيت ان هذا الرجال ممكن يذبحني في اي لحظه ولا اعرف الان كيف اتفاهم معاه وبين له اني شخص مالي دخل نهائيا. المهم يقول سالم نظرت فيه وقلت له اخوي شكلك غلطان، ابو فالح موجود هنا ولا لا؟ قال لي اجلس اجلس الان لا افضي مشط الرشاش ذا كله في صدرك اجلس. حد الان تسوي نفسك مجنون انت؟ قال انا متاكد انكم قبل فتره قابضين على خوي، لا تقعد تلف وتدور اعترف افضل لك. قلت له يا ابن الحلال انت فاهم غلط يا ابن الحلال يمين يسار. المهم في اللحظه اللي انا وانا اقول له يا ابن الحلال انت فاهم غلط وما ادري ايش توني بجلس الا في حركه احنا متعلمينها يا جماعه الخير في الدوره. توني بجلس يا جماعة الخير إلا أسوي له الحركة هذه وأمسك السلاح منه إلا هو يناظر فيني. قلت له أنت فضي المشط في صدري أطلع 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 لأبوك لأبو كلب أطلع. يقول وطلع من عند المبنى هذا اللي إحنا فيه وحطه على السيارة وأربط القيد في يده وأسدحه على الأرض وحاط رجلي على ظهره وأرفع جماعة الخير جهاز الندى يا أقرب جهاز يا أقرب جهاز أنا موجود في المنطقة والمنطقة اللي جيتها كانت فخ وقبضت على واحد من الناس الموجودين. إلا يرد علي أحد الضباط وقال لي وش صار يا سالم؟ قلت له اللي صار إن الشخص اللي مسوي نفسه إنه يعلمكم من هذا
مكان ابو فالح. الحركه هذه مسويها فخ عشان الرجال اللي معي يعلم ابو فالح ان تم القبض على المجموعه اللي كانوا عنده وانهم قاعدين يستجوبونهم. الضابط يقول لي شو تشوف انت الحين يا سالم؟ قلت له اللي اشوفه ان تجي سياره الان امنيه ومحميه وتاخذ الرجال هذا من عندي ويجيكم القسم ونحقق معاهم ونعرف كل شيء منهم. يقول سالم مره الوقت الا وتجي السياره يا جماعه الخير الامنيه. ليه؟ لاني ما اقدر اركبه في سيارتي، يمكن في اي لحظه يلف علي ويسوي لي شيء، فلازم سياره فيها نفس الشبك من ورا يا جماعه الخير. يقول المهم تاخذ السياره هذه وتوديه القسم واطلع معهم سيارتي. لين وصلنا القسم ودخلناه يا جماعه الخير نبغى نحقق معه، حاولنا يمين يسار يا جماعه الخير ما قدرنا نمسك منه ولا شيء. والله العظيم ان ابو سالم هذا طلع شبح. قلت لهم خلوا الرجال عندكم واذا صار شيء او طلع منه علم بلغوني. يقول سالم وطلعت من عندهم وانا حرفيا كبدي خلاص ما عاد تبغى ذا الشغله نهائيا ولا عاد ابغى ابحث عن ابو فالح. يقول في اللحظه اللي مشيت فيها بسيارتي وطلعت من عندهم اللي يجيني واحد يا جماعه الخير ويصدمني. يقول سيارتي ما كانت يعني بموديل السنه، كانت سياره شوي قديمه ولكن تمشي الحال. يقول صدمني وطاح الكفر وفي كذا شغله حرفيا انكسرت، ولكن ما كانت الصدمه قويه لانه صادمني من عند الكفر. المهم ينزل انا اسف وما ادري ايش وتكفى سامحني والله ما معي فلوس، وقام يترجاني. قلت له يا رجال حصل خير وابدا انا مسامحك مع السلامه. المهم خليته يروح يا جماعه الخير واتصلت على سطحه وجت السطحه هذه وخذت سيارتي. قلت له بالله ودني صناعيه، ابغى انزل السياره عند احد الورش عشان يصلحونها. يقول المهم يروح راعي السطحه هذا وينزل السياره يا جماعه الخير ويخلي السياره جوا. طلعت من عنده قلت له معليش ودي محل تاجير سيارات، بس تاجر سياره والله يستر علينا وعليك. المهم ما قصر راعي السطحه وداني عند محل تاجير قريب من الصناعيه وعطيته فلوسه وخليته يمشي. المهم يا جماعه الخير الان ايش راح اسوي؟ راح ارجع للورشه بس ابغى اشوف القطع اللي احتاجها عشان اجيبها له، واطلع صدق يا جماعه الخير للورشه واساله وش القطع اللي احتاجها. قال لي ركبه ومقص وما ادري ايش وكذا شغله. المهم خدتها وكتبتها في ورقه وطلعت المحل قطع الغيار. سالت عن كل القطع ما في الا قطعتين ما قدرت اجيبها، وقال لي اذا تبغاها مر التشليح. قلت له زين واخذ القطعتين هذه يا جماعه الخير واطلع محلات قطع الغيار واطلع يمين يسار الا محلات تشليح في وجهي وصير ابحث عن هذه القطع. قل وانا واقف عند احد التشليح سالته قلت له موجوده عندك نفس هذه القطع؟ ويناظر فيها قال لا والله مو موجوده عندي، ممكن تحصلها قدام. يقولوا كل محل قاعده مره يقول لي ممكن تحصلها قدام 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 قدام، حرفيا ما لقيت احد محدد لي منطقه، ولكن كلهم يقولون المحل اللي بعدي. المهم يا جماعه الخير يقول مو وصل المحل اللي بعده، ولكن يا جماعه الخير في احد المحلات شدني بعض الاشياء. محل تشليح دخلته حصلت نفس السياره حقتي نفسها بالضبط. سالته قلت له عندك نفس هذه القطع؟ قال لا. ناظر فيها كذا قال لا مو بعندي. قلت له خلاص زين، بس هذه السياره؟ قال لا هذه السياره مبيوعه ما اقدر ابيعك اي شيء منها. قلت له ابد يعطيك العافيه، وتقدم شوي للمحل اللي بعده. قلت له عندك قطع السياره كذا كذا كذا؟ قال لي تحصلها عند المحل اللي قبل، محل ابو فالح. محل ابو فالح؟ يا ساتر يا الاسم ذا، صرت ما احبه نهائيا، صرت اكرهه بشكل غير طبيعي. قلت له وين محل ابو فالح؟ قال المحل اللي قبلنا هذا، شوف عنده سياره كني شفتها قبل فتره. قلت له ابد زين يعطيك العافيه. طبعا قلتها وانا باستغراب، لاني يوم دخلت عليه حسيت بوضع غير طبيعي، ليه مو راضي يبيعني القطعه؟ طيب وليه فاتح محله هجل؟ قلت للرجال قلت هذا محل ابو فالح الان، اللي يشتغل جوا هذا ابو فالح؟ قال لا ابو فالح ما هو موجود هنا، ولكن ابو فالح دائما يجي على يوم الجمعه ويوم السبت. قلت له كم عمره ذا ابو فالح؟ ما شاء الله، وجايبها بضحك انا. قال رجال ما هو كبير، رجال بعمر 34 33. طبعا يا جماعه الخير اذا انت دخلت خلاص المجال هذا وصرت تبحث عن المواضيع هذه وصرت شغال في المكافحه تصير تشك باي شيء. هذا عمره 34 35، يقولون ابو فالح قاتل ولده وما ادري طالق على ولده. لا ما اتوقع، ولكن ما خلي موضوع حرفيا يخرج عن نطاق عقلي، راح ابحث عنه حتى هذا لو صار اللي صار. في رقم موجود على المحل يا جماعه الخير خدته واتصلت حرفيا على طول على الاداره اللي انا شغال معها. قلت لهم اسمعوا المحل هذا تحققوا منه وشوفوا ايش وضعه، هل صاحبه كان عليه صوابق قبل او لا. وصدق يا جماعه الخير بحثوا عنه ولحظات الا اتصلوا علي. قالوا سالم الرجال اي نعم بعمر حوالي 32 سنه قد امسك قبل حوالي 3 مرات وهو يستخدم، ولكن اخر 4 سنوات ما مسكوه نهائيا واتوقع انه تاب. قلت لهم اجل زين ويعطيكم العافيه. قالوا لي ليه؟ قلت لهم بعدين بعلمكم كل شيء، الان يا جماعه الخير مهمتي اراقب هذا الشخص، ما ادري هو ابو فالح ولا مو ابو فالح، ويقول انه يجي يومين في الاسبوع وبعده يمشي، فلازم اسوي عليه جماعة الخير مراقبة سرية عشان اعرف وش وضعه بالضبط. وصدق يا الربع. يقول سالم صرت متمركز عند محل التشليح هذا، يقول مرة اراقبهم سيارة، مرة اراقبهم كاني عامل. يقول جيتهم بشتى انواع الطرق، وجاء اليوم الموعود اللي يجي فيه ابو فالح هذا ابو عمر 34، صار يجي يا جماعة الخير قبل صلاة الجمعة الساعة 11، المحلات كلها مقفلة، ويدخل ويجلس في المحل يا جماعة الخير وهو مقفل الباب ما يقارب ساعة ونص، يعني لين تنتهي الصلاة. بعد ما تنتهي الصلاة يجون الزباين يعني بشكل دائم.
الزبائن. المهم يا جماعة الخير، في أحد الزبائن اللي مر، الزبائن يا جماعة الخير اللي يمرون كانوا اثنين بس، متخيلين اثنين؟ ولكن الموقف مو هنا، كلهم جت السيارة الأولى ودخلت ولبقت السيارة حقتها بالريوس وركبوا له يا جماعة الخير غير سيارة. خلني أعلمكم أسلوب الجير حق السيارة، ممكن يجي حجمه كذا كبير شوي وفي جواه محركات كثيرة، ولكن الموضوع مو هنا. طلع الزبون الأول، بعدها يا جماعة الخير ب 15 دقيقة جاء الزبون الثاني، وبرضو يا جماعة الخير ركب جير لأحد السيارات ومشى. الموقف الغريب إنه بعد هذا اللي اسمه أبو فالح قفل الباب حق التشليح. ما أدري أنتوا تعرفون التشليح يا جماعة الخير اللي هي فيه السيارات القديمة اللي أقدر أشتري منها قطع قديمة، ما أدري ممكن في ناس ما تعرف. المهم قفل الباب حق التشليح وطلع وركب سيارته ومشى. أنا قعدت أفكر الآن هذا أبو فالح وضعه مو بغريب ولا هو مريب لحد الآن، ولكن ليه الاثنين هذولي شالوا قيور للسيارات وبعدها قفلوا ومشوا؟ قلت ممكن متفق معهم من قبل إنهم يشترون منه هذه القطع، ولكن لحد الآن ربي قاعد يلهمني ويقول لي ترى هذا بيع مخدرات، ولكن ما أدري هو أبو فالح ولا لا. قلت في البداية جماعة الخير ما راح أخرب خطتي وأخربها من البداية. السيارتين اللي طلعت من عنده راح أكلم الجهات الحكومية يراجعون الكاميرات ويطلعون أرقام اللوحات ويسوون عليهم مراقبة بسيطة، وأبغاهم يشوفون وين يودون هذه القطع فيه. صدق يا جماعة الخير رفعت تعميم على الموضوع هذا، قلت ابحثوا لي عن السيارتين هذه اللي موجودة في كاميرات المراقبة اللي موجودة في المنطقة الفلانية. قالوا لي خلاص زين. قلت لهم علموني وين مواقعهم لأني ودي أروح لهم. المهم لحظات جماعة الخير 15 دقيقة اللي يتصل علي القسم وقال لي اسمع يا سالم اطلع الآن للمنطقة هذه تبعد عنك ما يقارب 8 دقائق، تراهم موجودين في هذه المنطقة، هذا آخر تواجد لهم. ولكن المشكلة يا جماعة الخير المنطقة اللي قال لي عنها منطقة ما هي مخصصة لقطع الغيار أو للصناعية أو لإصلاح السيارات. قلت خلني بروح وأشوف، وروح يا جماعة الخير لين المنطقة هذه وأدخلها، منطقة سكنية هادية ما فيها أي شيء، وأبحث عن السيارة هذه لأن ما معي الموقع بالتحديد، وأبحث يمين وأبحث يسار يمين يسار لين ألقى السيارة هذه واقفة في قطعة أرض، وقطعة الأرض هذه طبعا فاضية، ولكن الجير اللي كان موجود في الصندوق ما هو موجود. قلت زين، لحد الآن ما في شيء قاعد يثبت لي إنه صدق هذا الرجال اللي قبله شوية أبو فالح. بعدين ينتابني شعور أقول أبو فالح رجال خطير، آخر شيء يشتغل قدام العلن. حسيت جماعة الخير إني صدق دخلت في موضوع خطير مرة، موضوع نفسي صرت أشك بأي شخص قدامي. قلت يا سالم لازم تهدي شوي وتركز، وما ينفع إنك تظن في الناس ظن السوء. المهم يا جماعة الخير قلت خلني اتصل على الضابط سعد واستشيره، ممكن عنده علم وخبرة اكبر مني. برضو ابغى علمه اني اتفقت مع الادارة ودوني المنطقة برية وقبضت على شخص هناك وكان الموضوع هذا فخ، بعده بعلمه سالفة التشليح هذا. وصدق يا جماعة الخير وارفع الجوال طي 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 واتصل على الضابط سعد. السلام عليكم ضابط سعد، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله امورك زينة. قال لي مرحبا ومسهلا، سمي يا سالم وش بغيت؟ قلت ابغى اقابلك عندي بعض المواضيع ابغى اقولها لك. قال لي ابد حياك الله تعال لي البيت. وجيه البيت يا جماعة الخير، مرحبا الضابط سعد كيف حالك، واقول له السالفة اللي صارت اني رحت اشتغلت مع هذولي ودوني المنطقة برية وبحثت عن الرجال هذاك ولا لقيت اي شيء، ولكن الضابط سعد شدني قبل فترة بعض التشاليح الموجودة في تشليح لشخص اسمه ابو فالح وعلم السالفة كاملة من الى. قال لي الضابط سعد يا سالم لا ما اتوقع ان في شخص موجود في التشاليح ويبيع مخدرات، ولكن ركز على عقلك، اتوقع ان القضايا خلت مخك يلف شوي، حد شوي وخذ لك اجازة، واذا تبغى اجازة ترى كتبت لك. لا 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 الله يعطيك العافية الضابط سعد، ولكن ترى صدق كلامك انا قاعد اقوله في نفسي، اقول اني صرت اظن السوء في اي شخص قدامي. قال لي ممكن لا مو لهذا التفكير عاد توصل له يا سالم. قلت له زين زين يعطيك العافيه الضابط سعد، واطلع من عنده يا جماعه الخير وارجع لشقتي. وصار يجيني شعور ان ودي اروح لهلي اري عندهم 3 ايام 4 ايام بعد ارجع له. وصدق وكلم ضابط سعد قلت له باخذ اجازه ودي اطلع عند اهلي ازورهم واروق عندهم فتره كذا بسيطه وعود ارجع. قال ابد اطلع وما جاك عندي. صدق يا جماعه الخير واخذ اغراضي واتجه الربع لين المنطقه اللي احنا ساكنين فيها، وقابل ابوي وامي واخذ عندهم اجازه ما يقارب 3 ايام. بعدها خلصت الاجازه قلت خلني ارجع المنطقه اللي فيها عملي، واطلع يا جماعة الخير للمنطقة هذه، ووصل عند الشقة اللي ساكن فيها أنا، وقف سيارتي تحت وشيل أغراضي بيدي الثنتين ورقة مع الدرج، شقتي موجودة في الدور الثاني، ورقة يا جماعة الخير إلا ولاحظ باب الشقة مكسور. قلت من اللي داخل الشقة؟ وقط الأغراض على الأرض ودف الباب وقعد أناظر، إلا شقتي محيوسة يا جماعة الخير فوق تحت، وحسيت الموضوع غير طبيعي، وقاعد أبحث عن أشياء مسروقة ما لقيت ولا شيء مسروق، ولكن شقتي محيوسة كان في شخص دخل يبغى يرسل لي رسالة ولكن الرسالة هذه مبطنة. رجعت يا جماعة الخير عند الباب وشلت أغراضي ودخلت وقفلت باب الشقة، طبعا الباب ما يتقفل ولكن رديته واتصلت على طول على الضابط سعد، مرحبا مساء الخير كيف حالك؟ شقتي جاء أحد وحاس الأغراض اللي فيها وطلع، قال لي ممكن أحد الحرامية اللي موجودين عندكم في الحي.
قلت له لا ما في شيء ينسرق المشكله. قال لي اجل انتبه وحاول تغير شقتك في اسرع وقت. قلت له ليه؟ قال ما تدري والله وش حاطين لك، غير شقتك افضل لك. قلت له زين. المهم يا جماعه الخير وانا في شقتي يوم صحيت اليوم الثاني واخذ اغراضي واحطها في الشنطه حقت السياره واطلع بالسياره حقتي ومر مع طريق التشاليح يا جماعه الخير اللي مريتها من قبل. وانا مر يا جماعه الخير شدني موقف وموضوع التشليح اللي كانوا يقولون انه حق ابو فالح بابها مقفل وما في احد شغال فيه. دقيقه سالم، الموضوع اللي قاعد يصير فيه لبس، واتوقع كاني عرفت الموضوع بالكامل وكاني عرفت منو الشخص اللي قاعد يساعد ابو فالح في الامور هذه. قلت ما راح يحل الموضوع هذا الا المركز اللي انا متعامل معاه. ليه؟ لان بعد ما قلت للضابط سعد المواضيع حقتي واللي صار لي جو قلبه وبيتي والتشليح تقفل، قلت يمكن ابو فالح متعاون مع الضابط سعد والضابط سعد برضه يعلمه بكل شيء. رجعت جماعه الخير للمركز اللي وداني في المهمه اللي كانت في البر، دخلت عليهم حصلت احد الاشخاص اللي قابلته ذاك اليوم. قلت اول شيء ابغاه اعطيك اسم شخص يشتغل معنا وعلمني هل عنده اخو اسمه فالح او في احد من ربعه اسمه فالح. قال لي ابشر. وبحث يا جماعه الخير، قال لا ما في احد من ربعه اسمه فالح. قلت بمخي هل اسم ابو فالح هذا اسم مستعار مسمي فيه نفسه عشان يلعب علينا قدام الناس؟ وبعدين وش معنى ان التشليح تقفل بعد ما قلت للضابط سعد؟ ولكن الان من راح يصدقني بما اني انا فرد ويصير يحقق ورا الضابط سعد؟ قلت ان هذا الموضوع يبغى له ضابط او رتبه كبيره يبحث في هذا الموضوع. اتذكر ضابط من الضباط اللي نسق معي كان شخص محترم، قلت هو الشخص اللي راح اوصل له واقول له الموضوع. المهم وجه عنده قلت له السلام عليكم ضابط ثامر، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. ضابط ثامر عندي بعض الاستفسارات وعندي بعض التساؤلات، بعد ما تنهي الدوام ابغى اتقابل انا وياك. قال لي ابشر ما يصير خاطرك الا طيب، انزل الان تحت في الكافيتيريا وراح اجيك. قلت له لا خله بعد الدوام. قال الان راح اجيك. رح صدق يا جماعه خير وانزل تحت اللي ويجي عندي الضابط ثامر هذا. ثامر برضو رتبة عليا موجودة عنده. قلت له اسمع واصير اشرح له الموضوع من البداية للنهاية. قال لي تصدق تدري حتى الشخص اللي بلغ على المجموعة الاولى اللي قبضنا على الثلاثة ذوليك ترى كان الضابط سعد. ليكون يسوي هذا كله عشان نعطيه الثقة ونصير نثق فيه ويسوي كل الاشياء اللي يبغاها وهو مرتاح بدون مراقبة؟ قلت والله ممكن. قال لي طيب اسمع، انا الان اكلم شخص والشخص هذا من الناس الواصلين، تبغاني اخليك وفرغك انك تراقب الضابط سعد تشوف وين يروح وين يرجع؟ قلت له والله ابد، اللي تبغونه انا معكم. قال طيب لحظات. وصدق يا جماعه خير للضابط ثامر يتصل على احد المسؤولين، قال له ابد تصرف وسوي اللي تبغاه، ولو صار هذا الشخص خاين برضو تعاملوا معاه بلا رحمه. يقصدون فيها مين؟ يقصدون فيها الضابط سعد. شوي اللي ناظر فيني ثامر وقال لي اسمع موضوعك وصار، راح نفرغك الان لمراقبه الضابط سعد وسجل كل تحركاته. صدق يا جماعه خير واصير اراقب الضابط سعد وين يروح وين يرجع، وسجلت التحركات اللي يروح لها، استراحه وبيت وعمل. ولكن الاستراحه هذه ما هي استراحة مشبوهة. اتصلت على طول على الضابط ثامر قلت له تقدر ترقبون الاتصالات المخصصة للضابط سعد؟ قال لي اي نعم انا مكلمهم يشتغلون على هذا الموضوع. صدق يا جماعة خير جهات حكومية صاروا يراقبون جوال الضابط سعد ويفتشون فيه كل شيء هو قاعد يرسله او يستقبله، وطبعا هذا الشيء كله بدون علم. ومرت يا جماعة خير ما يقارب 6 ايام او 7 ايام وانا قاعد اراقب في الضابط سعد وهم قاعدين يسجلون المكالمات اللي قاعدة تطلع منه. المهم يا جماعة خير في احد الزيارات اللي كنت اراقب فيها الضابط سعد لاحظت انه يمر يا جماعة خير على احد البيوت القديمة. اعتقدت انا في البداية ان البيت هذا بيت اهله، يعني بيت امه وابوه واخوانه، قلت هذا التوقع يعني المبدئي. صرت اراقبه واسجل النقطة هذه عندي. جمعت هذه المعلومات ورحت للضابط ثامر واعطيته المعلومات هذه كاملة. قلت له انه راح هنا وراح هنا وراح هنا، ولكن الموضوع اللي شدني انه ما في شيء غريب قاعد يمره، ولكن في هذا البيت ما ادري هو بيت اهله او لا. صدق يا جماعة الخير مع المراقبة اكتشفنا ان هذا البيت ما يسكنه احد، وبدينا نشك الان في الضابط سعد ونحط يد الاتهام عليه. المهم يا جماعة الخير قلت للضابط ثامر الان وش الطريقة وش نسوي؟ قال لي لازم نرفع بلاغ كاذب وننشر ان حددنا موقع المهرب ابو فالح، واذا شفنا الضابط سعد قاعد انه يبادر انه يساعدنا عشان يعرف كل شيء هنا راح نثبت اصبع الاتهام الثاني، على كذا نقدر الله يسلمك نعرضه للتحقيق. وصدق يا جماعه الخير الضابط ثامر بين للضباط الموجودين وقال وصلوا للضابط سعد بطريقه يعني لا اراديه ان ترى حددوا من هو الشخص اللي اسمه ابو فالح، والضباط ما قصر ووصل المعلومه هذه لاذن سعد. يا جماعه الخير صار سعد يتقرب من الضابط ثامر يبغى يعرف وش الموضوع بالضبط ومنه هذا اللي اسمه ابو فالح عشان اتوقع انه يبغى يعلم ابو فالح بكل شيء. يقول سالم بعد ما عرفت ان سعد قاعد يتقرب من الضابط ثامر وانا طالع في ذاك اليوم سبحان الله الا يتصل علي مين يا جماعه الخير؟ اتصل علي فالح يبغى يكلمني ورد عليه مرحبا يا فالح حياك الله امر وش بغيت؟ او شيء يا سالم الله يعطيك العافيه وشكرا على الشيء اللي سويته لي وما قصر الضابط خالد حلل الموضوع من الى وبشرك قبضوا على هذا الشخص اللي كان مهددني ما يقارب 4 سنوات. قلت له الحمد لله والله يبشرك بالخير وابد اذا بغيت شيء بلغني. شوي فالح قال لي سالم تكفى اني طالبك اني عازمك تجي تتعشى عندنا
على الشيء اللي انت سويته لي. قلت له والله يا فالح ان قاعدين الان شغالين على مهمه، والمهمه هذه شوي صعبه، وقاعدين نبحث عن مهرب اسمه ابو فالح. قال لي ابو فالح؟ قلت له نعم ابو فالح. واعذرني والله العظيم يا فالح اني ظنيت فيك ظن السوء. يوم من الايام تذكر ايام يوم كنا في الثانويه، يوم قلت للمدرس انك اذا كبرت راح تصير بياع وكلها حمله وامورك راح تزين. اني والله العظيم يوم جت المهمه هذه تذكرت كلامك هذا، قلت لي يكون ابو فالح هو الشخص المهرب اللي قاعدين يبحثون عنه، فاتمنى انك تسامحني وتحللني وتبيعني. انا في مهمة مع شخص خطير في اي لحظة ممكن افقد فيها حياتي. شوي قال لي فالح اسمع يا سالم، بما انك فتحت هذا الموضوع والموضوع القديم ذاك والله العظيم اني متفشل منه، ولكن ترى ابوي الله يرحمه كان يبيع المخدرات وصدق كان من الناس المعروفة هنا في البلد، واصلا المشكلة الاخيرة اللي صارت اصلا بسبب ابوي. الرجال هذا جاي يقول لي لو ما تعطيني 30,000 اللي ابوك خذاها مني قبل ولا قسم بالله العظيم ما خليك تشم الهواء. قلت له ايوه. قال لي ولكن ابوي تعرض الخيانة من احد الناس اللي معه. قلت له شلون تعرض الخيانة؟ دقيقة كيف صارت الخيانة هذه؟ علمني. قال الله يسلمك، واحد من الناس اللي شغالين مع ابوي اتفق على ابوي وجاب احد الضباط الخونة بدال ما يقبض على ابوي ويقبض على المصنع اللي فيه المخدرات قتل ابوي ومشى. قلت له انت وش دراك؟ قال ابوي مات قدامي واعرف الشخص اللي قتله ولكن لحد الان ما قابلته. قلت له يعني قاعد تقول لي يا فالح ان خوي ابوك في العمل حقه جاب ضابط خاين عشان يذبح ابوك وما يصادر المواد اللي معه، فمعناها ان هذاك الشخص اللي شغال مع ابوك خذ ذيك البضاعة كلها؟ قال لي نعم، خذ البضاعة ذيك كلها ونقل من المكان اللي هو فيه وما ادري وش صار عليه. قلت له فالح متأكد تعرف الشخص اللي قتل ابوك؟ قال حافظ وجهه لدرجة من كثر ماني حافظ وجهه صار يطلع لي في المنام، صار يطلع لي في كل مكان، صرت اتذكر واشبع عليه في كل زاوية. قلت له طيب لو ارسل لك صورة شخص ابغاك تتأكد هو الشخص اللي قتل ابوك او لا. قال لي خلاص ارسلها لي. وصدق يا جماعة الخير واجيب صورة الله يسلمك الضابط سعد وارسلها على طول الفالح. اول ما ارسلتها الفالح الا فالح يا جماعه الخير يتصل علي قال سالم الشخص هذا اللي انت ارسلت لي صورته هو الشخص اللي قتل ابوي، وترى هذا الضابط ضابط خاين. قلت له زين الان فهمت الموضوع كامل وفهمت وش كان يسوي لي الضابط سعد وليه قاعد يسوي هذه الاشياء. قلت له زين فالح الان تبينت لي الامور كلها وبديت حرفيا اشوف خيوط القضيه قدامي. قفلت جماعه الخير من فالح وعرفت وش كان يسوي الضابط سعد معي. كان يخوفني من ابو فالح وكان دائما يحاول يبعد اصابع الاتهام عن ابو فالح الحقيقي، فدائما يقول ابو فالح شخص خطير، ابو فالح قتل ولده. وزياده عليها يوم اقول له تحقق من اسم فالح اللي كان معي في المدرسه كان مسوي نفسه مجنون. في يوم انا قلت له الطريقه كانها تغيرت ملامح وجهه لانه عارف انه هو الشخص اللي قاتل ابو الولد هذا اللي كان يدرس معاي اللي هو فالح. يقول سالم تأكدت الان من كل شيء وتخويفه لي، ولكن كنت ابغى اعرف ليه هو قربني عنده وخلاني اشتغل عنده وبرضه جاب لي الوظيفه هذه اللي موجوده في المخدرات. ممكن الاسلوب اللي استخدم هذا عشان بس اكون تحت عيونه وتحت نظره، فاي حركه اسويها يكون عنده درايه عنها. ولكن يوم اشتغلت مع المنظمه او المجموعه الثانيه اللي كانوا منظمين الحمله هذه حقت اللي اطلع فيها للبر بانت لي امور كثير. ولكن الآن يا جماعة الخير هذا كل اللي قاعدين نقوله عبارة عن توقعات، نحتاج شيء يثبت الموقف هذا. المهم نمت وصحيت وجاء اليوم الثاني واتصل على الضابط ثامر واقول له الموضوع اللي صار من إلى، وقلت له ترى الضابط سعد تأكدت انه ضابط خاين بسبب انه قتل المهرب الأصلي اللي اسمه أبو فالح وخلى خوي أبو فالح هو اللي يمسك البضاعة هذه ويصير يديرها ويبيع ويشتري. فيعني هنا تبين لي الضابط ثامر ان سعد متعاون مع أحد المهرب اللي منتحل اسم ابو فالح الحقيقي. قال لي الضابط ثامر اسمع يا سالم الكلام اللي قاعد تقوله متأكد منه عشان اشوف هل انا اغامر في الموضوع هذا ولا اسكت. قلت له يا الضابط ثامر انا متأكد مثل ماني متأكد ان اسمي سالم. تكفى يا الضابط ثامر الضابط سعد لا يروح. يقول سالم الان عندنا مهمة لازم نسوي له كمين، والكمين هذا نطرحه فيه مع مروج المخدرات هذاك. فقالوا في البداية بما ان انتشر موضوع ابو فالح الجهات الامنية قاعدة تراقب جوال الضابط سعد تبغى تشوف هل راح تطلع منه رسائل او لا. جماعة
الخير مرت 3 أيام والضابط سعد ما أرسل ولا رسالة. هنا أيقنت أن الضابط سعد عنده أسلوب يستخدمه لتوصيل المعلومات لأبو فالح. فقلت مالي إلا أراقبه مراقبة مباشرة عشان أعرف وين يروح وين يرجع. يقول سالم استقعدت له، صرت أراقب كل تحركاته. وصلنا يا جماعة الخير برضو نحط بلاغات كاذبة وتفتيشات في مناطق أمنية، نبغى نشوف الضابط سعد كيف راح يوصل هذه المعلومة. يقول سالم في ذاك اليوم قال الضابط ثامر أن اللواء اللي موجود في المنطقة راح يسوي حملة أمنية قوية، والحملة هذه لا قامت ولا استوت، حملة من العيار الثقيل مرة وما راح يرحمون أي أحد. هذه اللحظة أو التنبيه هذا راح أكون أنا يا سالم أراقب فيها الضابط سعد وأعرف وين يروح وين يرجع، وأنشف فيها جماعة الخير لين تبين لي أن البيت القديم اللي كان يروح له كان أتوقع يسكنه أبو فالح الوهمي هذا واللي وصل له المعلومات. بعد ما جمعت التحاليل هذه الآن أبغى أتأكد هل البيت هذا فيه مخدرات أو لا. فكلمت الضابط ثامر قال لي ما عليك من الموضوع، أنا راح أزرع ناس يتأكدون من البيت هذا هل فيه مخدرات أو لا، وبرضو يا سالم إذا تبغى تكون معهم بخليك معهم. قلت لي أبغى أكون معهم وأقعد حرفيا على طرف القضية. وصير جماعة الخير جالس عند البيت القديم هذا اللي هو الكبير شوي اللي كنت أعتقد إنه أصلا بيت أبو الضابط سعد وأمه. يقول صرت جالس عنده مسنتر، وصدق جاء الموقف اللي سبب لي فلاش باك يا جماعة الخير اللي هو شو؟ شفتوا السيارات اللي كانت تشتري الله يسلمكم القيور حقت السيارات اللي موجودة في التشاليح؟ جت يا جماعة الخير ومعها هذه الماكينة أو الجير حق السيارة ودخلوا جوا لحظات أبو نص ساعة كذا أبو 40 دقيقة طلعوا. قلت بس أكيد إن القيور هذه محشية بالمواد الممنوعة، وأكيد المواد الممنوعة هذه جاية من حملات خارجية من برا ويهربونها وسط السيارات وتنزل على هذه التشاليح، وبعد أبو فالح الوهمي هذا يصير ياخذها ويبيعها. أكدت الموضوع للضابط ثامر، قال لي الضابط ثامر أجل راح نطلق حرفيا الإعلان الأخير اللي راح يكشف سعد ونصيده متلبس داخل هذا البيت. الإعلان الأخير وشو يا جماعة الخير؟ قالوا إنهم راح يسوون حملة أمنية في المنطقة اللي فيها البيت هذا، وصدق انشروا البيان هذا والخبر داخل الجهة الحكومية. إلا يا جماعة الخير الضابط سعد طلع في ذاك اليوم مستعجل واتجه للبيت هذا، واتصل على الضابط ثامر قلت جهز الفرقة ترى راح نداهم وراح نخلي الضابط سعد موجود جوا عشان نحطه في موقف حرج. وصدق يا جماعة الخير جهزنا الفرقة وطوقوا المكان بأسلوب سري، ووصل الضابط سعد ولبق سيارته ودخل للبيت هذا بشكل سريع. بعد ما دخل يا جماعة الخير بخمس دقائق إلا تطب الجهات الحكومية مع كل مكان، شباك من السطح من المستودع يا رجل طلع لالة حرفيا حتى من الأرض، قفلنا المكان بالكامل ودخلنا على هذا البيت. وحصلنا يا جماعة الخير داخل الضابط سعد وفيه 4 أشخاص، وبرضو حصلنا مستودع المخدرات الكبير اللي موجود في المنطقة، ولقينا عليهم القبض وعلى الضابط سعد بتهمة خيانة الوطن والتعاون مع المجرمين بتهريب المخدرات. خذناهم وديناهم يا جماعة الخير غرفة التحقيقات. طبعا الضابط سعد معروف وش راح يصير له، ما يحتاج 1 2، ولكن يا جماعة الخير اللي استنتجناه ان الشخص اللي جوا اللي باسم ابو فالح الوهمي صار اخو الضابط سعد. وصور الرجال بالجوال وارسل الفالح، قلت له فالح هل هذا هو خوي ابوك؟ الا فالح يا جماعة الخير يقول اي نعم يا سالم هذا خوي ابوي. بشر مسكتوه؟ قلت له ابشرك مسكناه ومسكنا الضابط الخاين معه، وهذا المحققين الآن قاعدين يحققون معهم وكلهم راح يأخذون جزاءهم. الضابط سعد أتوقع فالح وانت عارف شو راح يصير له، فأكيد إنه راح يوصل للقصاص، والأشخاص الثانيين ما ندري وش راح يحكم عليهم القضاء. ولهنا يا جماعة الخير وصلت إلى أطول وأعظم قصة قد صورتها في هذه القناة. اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، وشكرا لك حبيبي وعزيزي المتابع على وقتك الثمين اللي قضيته على هذه القصة، والله يسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الأرض.